الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، دكتوراه أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر، عضو الجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة. الدكتورة منة الله أبو سرور، مديرة معامل الأجنة في المركز المصري لأطفال الأنابيب، حاصلة على الدراسات العليا في علم الأجنة من جامعة أكسفورد، حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء من الجامعة الأمريكية، عضو في الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، عضو في الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر. أهم خطوة في الحقن المجاني، أنا شايف السؤال ده محتاج نحن نفهمه، هل فعلا هناك خطوة يقال لها الأهم الحقن المجاني، ولا كل خطوة هي في حد ذاتها ما هي أهم خطوة؟ كل خطوة من دول مهمة، يعني التحضير الكويس للمريضة، الاختيار المظبوط للبروتوكول، جرعات الحقن المظبوطة هتؤدي لاستجابة كويسة وعدد بويضات كويس والمفروض جودة بويضات كويسة. كل خطوة مهمة جدا، كل خطوة لازم نهتم بيها قوي. عملية تحضير عينة الزوج مهمة جدا، عملية تقشير البويضات مهمة جدا، عملية الحكم على البويضات وعملية الحقن المجهري مهمة جدا طبعا، اختيار الأجنة في الآخر مهم. يعني ما أقدرش أقول إن في خطوة أهم من التانية، وكلهم خطوات مترتبة على بعض. في هذا التخصص المعمل ما بقاش الجندي المجهول على الإطلاق، بقى الجندي المعلوم. حتى الناس كلها دلوقتي يعني احنا لنا دور في الحكاية دي، احنا بدأنا نفهم ناس قيمة المعمل الإعلام، لكن أكيد لازم الناس تفهم تفاصيل الإكويبمنت، التفاصيل الدقيقة، لأنه المعمل ده نقول عليه معمل ناجح في رأيك لأداء وظيفة أنه يشتغل في أطفال الأنابيب الحقن المجهري. هو طبعا المعمل مهم جدا جدا جدا، وكل حاجة يعني كل تفصيلة صغيرة في المعمل مهمة، والكواليتي كنترول بتاع المعمل ده من أكتر الحاجات المهمة في شغلنا. دايما لازم نتأكد ان الإكويبمنت شغالة وشغالة كويس وبتؤدي دورها زي ما الإكويبمنت هي المعدات، يعني المعدات بتاعة مركز أطفال الأنابيب بالضبط. أهمها طبعا الحضانات والميكروسكوبات والمناخ اللي جوه المعمل نفسه مهم جدا، مهم قوي ان انا احافظ على درجه حراره معينه، درجه هيوميديتي معينه، رطوبه معينه جوه المعمل. لازم يكون المعمل ده خالي من اي اتربه او اي شوائب في الجو، حتى الحاجات اللي احنا مش بنشمها ده بيكون اوقات دار للاجنه ودار للبويضات. فاحنا دايما لازم نتاكد في التجديدات، لما بنعمل تجديدات ان احنا نبقى كل حاجه ماشية تبع الستاندردز العالمية، المواصفات العالمية لمراكز أطفال الأنابيب. فده طبعا بيتم من خلال الأجهزة اللي بنجيبها، في أجهزة لتنقية الهواء، التكييفات نفسها اللي بتتحط جوه معامل أطفال الأنابيب لازم تكون بنسب معينة قوي، بنسبة سيركليشن من جوه المعمل ونسبة هواء نقي من بره بنسب معينة متحددة. كل الأدوات اللي بنستعملها وكل الأجهزة اللي بنستعملها لازم تكون فيها زي ستيج بيبقى معمول في درجة حرارة 37 لازم تتقاس، ولازم يكون في معايرة دايما ودورية للأجهزة بتاعت معمل الأطفال الأنابيب عشان نتأكد دايما ان احنا البويضات والأجنة بيبقوا موجودين في أكتر مناخ يبقى صحي ليهم ويساعد على تطورهم. دي اندستري يعني صناعة، ودايما الصناعات الطبية التطور مستمر، يعني مزبوط. يعني اللي كان من سنتين موجود دلوقتي بقى أولد فاشن بتهيألي عندكم، صح كده؟ يعني وده تكلفة طبعا تكلفة فظيعة، طبعا تكلفة فظيعة، بس احنا بنحاول ان احنا دايما نبقى يعني زي ما كنت بقول في الأول state of the art، اللي هو أحدث حاجة في أطفال الأنابيب. يعني إحنا جددنا المعمل في الفترة الأخيرة، تجديد المعمل ده بيبتدي من حاجات صغيرة جدا ونفضل نطلع بيها لغاية آخر حاجة والتخلى في كل تفصيلة، يعني الحوائط والأرضيات، التكييفات زي ما كنت بقول لحضرتك، الغازات، شبكة الغازات لازم نتأكد إن شبكة الغازات كويسة جدا، لأن
اي حاجه صغيره هتاثر على جوده الاجنه وبالتالي هتاثر على نسب الحمل بعد كده. فالاجهزه لازم تكون اجهزه جديده. الحضانات طبعا حصل تطور فظيع في الحضانات في الفتره الاخيره. الحضانات كانت زمان تبقى حضانات زي شكل الدولاب يعني بيسموها بوكس انكيوبيتر. دلوقتي الحضانات بقت حاجه اسمها بنش توب انكيوبيتر اللي هو بتبقى متقسمه لكذا تشامبر كذا غرفه بتحط فيها الاطباق بتاعه الاجنه علشان ما نفضلش نفتح على الاجنه كلها بتاعه كل المرضى اللي عندنا، فنبقى بنفتح على عيانه واحده بس في المره اللي احنا هنجيب الاجنه بتاعتها علشان نفحصها في المعمل يعني. الحضانات ليها قيمه كبيره دلوقتي طبعا جدا 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 رغم تكلفتها، لكن انتوا يعني زي ما بيقولوا لا تتاخرون في ان انتوا تجيبوا افضل شيء في العالم. طبعا طبعا لا طبعا تكلفتها عاليه جدا لان هي كمان التكنولوجيا اللي فيها عاليه جدا. الحضانات دلوقتي بقت يعني دايما متوصله على الكمبيوتر ودايما بتقول لنا نسبه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون اللي فيها، لو في مشكله في الغازات اللي جايه لها من بره الحضانه بتعرفنا ان فيها مشكله، بتدي الارم يعني بتدي انذار، جهاز انذار بيطلع وبيتوصل لنا على الموبايل علشان يقدر يقول لنا لو في مشكله في الحضانه فنقدر نلحقها قبل ما تاثر على الاجنه اللي جواها يعني. عندي قضيه مهمه جدا اسمها جوده البويضه وجوده الجنين. القضية دي قيمتها مرتبطة طبعا بشيء بيضايق الستات جدا اللي بنتكلم عنه، معلش اعذروني يعني سن المرض. طبعا للأسف. فمن الناحية العلمية احنا هنقف مع حضرتك من الناحية العلمية قدام كلمة جودة، ماذا تعني الجودة؟ ما البنت أو الست جاية رياضية ما شاء الله شكلها مش باين عليه سن خالص خالص وتكلميها أنت عن الجودة. برضو في المعمل الحته دي لها قيمه اللي هي جوده البويضه والجنين. فنحكي الاول ما معنى الجوده؟ زي ما حضرتك قلت هو طبعا مرتبط بالسن. بس الحقيقه الجوده انا ما عنديش تقييم اكلينيكي يعرفني البويضات اللي هتطلع من السيده دي هتبقى جودتها عامله ازاي. في المجمل كده كل ما السيده تبقى اصغر الهرمون المخزون بتاعها يكون افضل، زي ما حضرتك قلت صحتها كويسه في الاغلب البويضات اللي طالعه هتبقى كويسه، لكن عمرنا ما هنقدر نقيمهم غير لما فعلا نسحبهم والمعمل بقى يبص عليهم. فاحيانا بنفوجئ زي ما حضرتك بتقول بتبقى مفاجاه، ممكن تبقى سيده سنها مش كبير مخزونها كويس استجابتها كانت حلوه، وغالبا السيدات دول بيبقى ما فيش سبب واضح لعدم الحمل، تاخر انجاب غير معلوم السبب، كل حاجه ماشيه تمام جدا وتيجي تبص تلاقي البويضات الجوده وحشه قوي. ده طبعا حاجه معمليه، المعمل الشكل بتاع البويضه منها تتكلم اكتر عن الموضوع ده، شكلها يعني بيبان ان البويضه دي جودتها مش حلوه. السيدات دول مش معناه ان هم ما فيش امل ان يحصل اخصاب او كده، لا في منهم بيحصل لهم اخصاب، لكن يجوز الاجنه اللي بتنتج عن هذه البويضات يعني العدد الاكبر منها ما بيبقاش ذو جوده قوي. نفس الكلام بالنسبه للاجنه، ما حدش يقدر يقول وانا شغاله في برنامج اطفال انابيب وبتابع الطبيب بتاع السيده ما اقدرش اقول لها الاجنه بتاعتك هيطلع شكلها ايه، اجنه درجتها ايه، ممتازه قد ايه، دي حاجه معمليه جدا. لكن برضو بنقدر نتوقع من السن ومن المخزون ان الامور تمشي كويس. هنا التاريخ المرضي بتاع المريضه مهم جدا، يعني بسالها اذا كانت عملت اي تجارب حقن مجهري قبل كده، فبتحكي لي تقول لي ده انا عملت محاوله او اتنين والبويضات قالوا لي انها كانت وحشه جدا وعدد الاجنه اللي اتخصبت قليل، فده بيديني فكره انه واضح ان دي طبيعتها. وللاسف مش دايما بنلاقي تفسير للحكايه دي، وللاسف برضو مفيش علاج يحسن جوده البويضات، يعني لانه زي ما قلت لحضرتك ممكن تبقى مرتبطه بالسن، لكن برضو لقيناها في بعض السيدات الصغيرين انه البويضات جودتها مش حلوه، وطبعا مفيش علاج واضح يحسن الجوده دي. دايما العلاقه لا يعني زي ما بيقولوا دايما العمل الجماعي، ففي حوار مستمر ما بين حضرتك وما بين الدكتوره دايما عبر تاكدي لي جوده البويضات، ففي جوده الاجنه الجنين اللي شفتيه تحت الميكروسكوب عامل ازاي، فمن ناحيه المعمل ازاي تحكموا على ان الجنين ده جيد؟ هو انا احب الاول اتكلم عن النقطه اللي حضرتك قلتها ان العمل الجماعي يعني مهم جدا جدا، واحنا الحمد لله يعني ده عندنا ما فيهوش اي مشكله لان احنا على طول بنشوف بعض، على طول بنتكلم، على طول بنمسك ملفات المرضى بنتناقش، لان في حاجات بتكون unexpected يعني حاجات غير متوقعه تحصل،
فبيبقى مهم قوي ان الدكتور واخصائي المعمل يتكلموا مع بعض، يتناقشوا في البويضات زي ما حياتك بتقول. جوده البويضات بيحصل طبعا مفاجآت، يعني بيحصل فعلا ممكن تكون سيده صغيره في السن بس البويضات بتاعتها مش كويسه قوي، او واحده ممكن تكون كبيره في السن بويضاتها كويسه جدا، ممكن العدد ما يكونش كتير بس البويضات كويسه. بس احنا مش بنحب برضو نحكم من الاول ان هو ده هيعمل بعد كده حمل ولا لا، لان يعني من الخبره بتاعتنا في ال 36 سنه اللي فاتوا قدرنا نشوف حالات كتيره قوي ممكن تكون البويضات مش كويسه والاجنه كمان بتكون شكلها مش كويس، بس بعد كده في الاخر بيحصل حمل وبتولد طفل سليم وما فيش مشكله خالص. في حاجه بتحصل في الـ لما الاجنه بتتطور، في حاجه بتحصل اسمها اوتو كوركشن يعني او سيلف كوركشن، الجنين بيطور من نفسه. البصل على الجنين تحت الميكروسكوب بتبقى سبجكتيف جدا، يعني بتختلف قوي من شخص للتاني. يعني انا دايما بقول على نفسي انا ستريكت جريدر او تاف جريدر او انا مصححه صعبه، لان انا ببص على الجنين ما بقدرش اقول ان ده جنين درجه اولى غير لو هو ما فيهوش اي حاجه، يعني اكني رسمت صوره وهو ده الجنين المظبوط، وده غالبا مش بيبقى موجود. فانا ممكن احكم على جنين بطريقه، ممكن حد تاني امبريولوجيست اخصائي اجنه غيري يحكم عليه بطريقه تانيه مع ان هو نفس الجنين بالظبط. فانا دايما مش بحب اعتمد قوي على جوده الاجنه، لكن الاهم بالنسبه لي في الاجنه هو التطور بتاعها عامل ازاي. يعني احنا النهارده في اليوم الكام من الحقن المجهري والجنين ده وصل لكام خليه، يعني هو المفروض في اليوم الاول بالليل بيبقى خليتين، في اليوم الثاني بيبقى 4 خلايا، في اليوم الثالث بيبقى 8 خلايا، اليوم الرابع بيبقى من 16 ل 32 او حاجه اسمها ماريلا، واليوم الخامس بيبقى حاجه اسمها بلاستوسيست. انا ده المهم قوي بالنسبه لي، ان انا التطور بتاع الجنين ماشي مع اليوم بتاعه ولا لا، لان ممكن الاقي جنين في اليوم الثاني درجه ثالثه، لكن لما يوصل لحد اليوم الرابع او الخامس يتحول من درجه ثالثه لدرجه ثانيه او درجه اولى. اذا هناك تحديد او واضح انه جوده الجنين وجوده البويضه شيء في منتهى الاهميه، وهو تحدي كبير لفريق العمل انه بيتعامل برضه مع شيء معتقله من الاب والام، صح كده؟ مظبوط. هل الزوج بيبقى متفهم للخطوات كلها ولا الزوجه هي اللي مركزه؟ لا الحقيقه يعني في المجال بتاعنا يعني في معظم يعني اكتر من 90% من الحالات بيبقى الزوجين موجودين والزوجين متابعين وبيسالوا، والزوج طبعا بيبقى بيسال على التحليل السائل وعايز يطمئن التخصيب اخباره ايه وكده، فاحنا اول باول بنشرح لهم يعني طول المتابعه بنشرح لهم، يوم السحب بنشرح لهم طلع كام بويضه، تحليلك كويس خلاص متشكرين ممكن تروح، لانه ساعات بنطلب عينه ثانيه او نضطر نلجا لعينه خصيه. ف ويوم النقل بقى برضو بنشرح للزوجين في كام جنين، جودتهم اخبارها ايه، انقسامهم زي ما منى قالت اخباره ايه، يعني بنتناقش سوا هننقل كام جنين، ايه الافضل لكل حاله ننقل كام جنين، والاجنه اللي عندنا اخبارها ايه، نجمد ولا ما نجمدش، والاجنه اللي موجوده تجمد دي اجنه كويسه ولا لا. فطبعا الزوجين دائما بيبقوا هما الاثنين مشتركين معانا في القرارات. يعني يوم المهم يوم نقل الاجنه او ارجاع، نقول ارجاع صح كده، ارجاع او نقل، ارجاع او نقل ما هو ترانسفير، امبريو ترانسفير. فنقل هو التعبير، لكن الناس عارفه بكلمه ارجاع. مظبوط. هنا بتبقوا انتوا يعني زي ما بيقولوا ايه، مش عايزين نبوظ الاكله على شويه ملح، ما يبقاش على اخر دقيقه في الماتش يدخل فينا جول. صح كده؟ احكي لي بقى اليوم ده، انا بيتهيألي ان هو اليوم الاكثر توترا ولا ايه؟ بالنسبه لنا احنا بصراحه، بالنسبه للمريضه هو الاكثر توترا، بس بالنسبه لنا احنا كل الايام مهمه جدا، لان انا زي ما كنت بقول لحضرتك كل خطوه مهمه جدا وكل بصه في الميكروسكوب مهمه جدا. الناس دايما بتبقى قلقانه على انا هنقل الاجنه امتى، هنقلها في اليوم الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس. في بعض الناس عندها اعتقادات ان هي في يوم بيبقى بيجيب احسن نتائج حمل بعد كده. احنا بالخبره بتاعه المركز وبالتفاهم بين الدكتور والمعمل الاجنه لقينا ان احنا احسن حاجه ان احنا نمشي كيس باي كيس، يعني كل مريضه وكل زوج وزوجه ليهم حالتهم الخاصه، مش كل الناس تنفع معاهم نفس الحاجه.
فبنشوف عدد الاجنه اللي طلع لنا، عدد البويضات الاول، وبعد كده عدد الاجنه اللي اتخصبت، وبعدها عدد الاجنه اللي انقسمت. وعلى هذا الاساس مع المحاولات والهيستوري اللي عند المريضه دي قبل كده، التاريخ المرضي بتاعها، وبعد كده بنشوف ايه الاحسن للمريضه دي ننقلها عند اليوم الكام. وده بيكون قرار متاخد ما بين الدكتور وما بين معمل الاجنه. فده طبعا بيبقى حاجه زي ما حضرتك بتقول مقلقه بالنسبه للعيانين، لان انا هنقل، طب وليه هنقل يوم الثالث مش اليوم الرابع؟ فاحنا دايما بناكد لهم ان هو ده احسن يوم بالنسبه لحاله حضرتك، بالنسبه للكيس اللي زي دي هو ده اكتر يوم مناسب في النقل يعني. بمناسبه الاجهزه وبمناسبه القيمه العلميه للاكويبمنت، الـ اي ويتنس ده جهاز حديث جدا. ده سيستم، هو سيستم كامل حديث، في مصر ما دخلش قبل كده، احنا اول ناس ندخله مصر. هو الار اي ويتنس ده معمول علشان احنا في العادي، علشان معمل اطفال الانابيب ما بيستحملش خطا بشري، ففي كذا حاجه بنحطها علشان ما يحصلش الخطا البشري ده. اول حاجه كانت بتبقى ان في حاجه اسمها فيزيكال ويتنس، يعني في حد بيشتغل على العينه اللي قدامه، في واحد وراه موجود علشان بس يتاكد ان الاسم مكتوب مظبوط، ان البروسيس نفسه بيتم بطريقه مظبوطه، ولازم يمدوا في الملف بتاع المريضه ان هم الاثنين شافوا ده، وان هم الاثنين بيقولوا ان المعلومات الموجوده كلها مظبوطه. تطور الموضوع للبار كودنج، يعني الناس بقت الاطباق بتاعه العيانين، طبعا الاطباق اللي بتستعمل كلها حاجات ديسبوزبل، يعني بتستعمل مره واحده وما بنستعملهاش مره ثانيه بعد كده. تطور الموضوع ان احنا علشان نقدر ايدنتيفاي او نتعرف على العينه بتاعه كل كابل، ان بيبقى في حاجه اسمها باركود، زي كل المعامل، زي معامل الدم وكل حاجه بيبقى في باركود. بس مع استعمال الباركود، الباركود ده الشخص هو اللي بيحط فيه المعلومات، فبرضه يخضع للخطا البشري. فعملوا حاجه اسمها ار اي ويتنس. الار اي ويتنس ده بيشتغل بتقنيتين، التقنيه الباركود والتقنيه الثانيه اسمها ار اف اي دي اللي هو راديو فريكوانسي. فدول الاثنين مع بعض بيمنعوا اي خطا بشري. فاحنا الجهاز بيكون الاجهزه كلها اللي عندنا غيرناها عشان يبقى فيها ار اي ويتنس موجود جواها، وبحيث ان هو انا بحط كل التاجز، كل الستيكرز دي على بتاعه اللي بتخص المريضه دي، وهي المريضه بيكون معاها زي كارت تعارف، وبيكون عليه كل البيانات بتاعتها هي والزوج، محدش تاني يقدر يستعمله لان هو معاها، وهي بتيجي بتعرف نفسها على جهاز معين عندنا، والجهاز ده بيكون متصل بالعمليات وبيكون متصل بالمعمل الاجنه، بحيث ان انا لما اجي اشتغل على الحاله دي، لو جيت احط الطبق بتاع حد تاني غير الكابل اللي انا المفروض اشتغل عليه، السيستم ده بيمنعني، يعني في جهاز انذار عالي جدا وسكرين شاشه قدامي محطوطه، وبيعمل علامه خطا وان في مس ماتش، يعني غير تطابق بين العينه اللي انا المفروض اشتغلها والعينه اللي انا فعلا حطاها قدامي، فده بيمنع اي خطا بشري ممكن يحصل في معمل الاجنه. انا بعتقد انه من الصعب جدا ان احنا زي ما بيقولوا نقود منظومه قدها اساطير، صح كده؟ صح. مسؤوليه صعبه يعني. وان كنت ما شاء الله يعني اسماء دلوقتي يعني عالميه، لكن انا بقول برضو انه ما زال انا بالنسبه لي اتز نايت مير، حمل جامد جدا جدا ان انا اجلس على نفس الكرسي. فاحكي لي اولا انتوا ضحكتوا ليه لما قلت لان الاداره حاجه صعبه قوي في مصر، ده حقيقي، لان انا قلت كلام صح، ولانه هي حاجه بقى لها سنين طويله، فطبعا لازم بيحصل تطور وتغيير وكده. لكن اولا انا عايزه اقول ان الدكتور ابو الغار والدكتور جمال ابو السرور ربنا يديهم الصحه موجودين معانا وبيشتغلوا وبيجوا وبيشوفوا عيانين، فطبعا وجودهم معانا ده اساسي، لانه بيدونا النصيحه باستمرار وبناخد رايهم في كل حاجه. واحنا متواجدين بقى لنا سنين برده، يعني انا بشتغل في المركز من سنه 98 والدكتور احمد ابو السرور بعديه بكام سنه، والدكتوره منى برضو معانا بقى لها اكتر من يعني 10 15 سنه. فالحقيقه احنا بقى لنا كتير يعني، فطبعا عرفنا الامور بتمشي ازاي. لكن زي اي حاجه الاداره بتاعتها صعبه، خاصه زي ما حضرتك ذكرت انها كلها حاجات تقنيه عاليه جدا، حاجات اجهزه بنستوردها، اجهزه لازم نتابع الصيانه بتاعتها، ادويه، فطبعا يعني مهم
مهمه مش سهله، لكن احنا يعني اعتقد احنا انا شخصيا حابه جدا ان انا اكون في المكان ده، لاني حسيت ان هو مكان بيقدر يديني الحاجه اللي انا عايزه اشتغل فيها، حاجه علميه، حاجه يعني فيها ethics، فيها يعني قيم علميه مظبوطه، فيها ابحاث علميه دقيقه، ودي حاجه تهمني جدا. عشان كده انا احب اكون موجوده في المكان ده، واحب ان انا ادي فيه المجهود بتاعي. يعني الوصول الى القمه دايما بعديه، لما كنا وصلت للقمه بعديه سؤال صعب جدا، ماذا تحلم او بماذا تتمنى، ماذا تتوقع، ماذا تنتظر؟ لانه بعد خلاص انا واصل الى قمه الاداء العلمي، مع قمم الأداء العلمي موجودين في الشرق الأوسط، طب أنا عايز أعمل إيه بعد كده؟ أنا عايزة أقدر أفضل في القمة، لأن ده حاجة صعبة. يعني أنا بقول دايماً إن الواحد يفضل على النجاح اللي وصله، ده حاجة صعبة. وزي ما حضرتك كنت بتقول، هو طبعاً الحمل كبير، لأن المؤسسين بتوع المركز المصري لأطفال الأنابيب ناس أخوية جداً في المجال ده، من أقوى الناس اللي موجودين في العالم زي ما حضرتك قلت. الحمل بعدهم كبير جدا، لازم نفضل على قد المستوى ده. فاحنا اللي بنعمله ان احنا نحاول دايما ان احنا نطور من المركز ونطور من المعمل، ونقدر دايما نبقى على الاثيكال باك جراوند اللي هم حطوه لنا دايما، لان احنا بنهتم قوي. يعني طبعا بنهتم بالشغل وبالنجاحات، بس كمان بنهتم بالناحيه الاخلاقيه جدا، ان احنا ما نعملش حاجه او ما نقولش للناس حاجه مش حقيقيه. دايما نقول لهم المعلومه مظبوطه، زي ما هم الحقيقه هم اللي عودونا. يعني من اول ما اشتغلنا، انا بقالي 20 سنه تقريبا بشتغل في المركز، ففي ال 20 سنه دول شفتهم الثلاثه بيشتغلوا جدا، وشفتهم وهم بيقولوا للناس المعلومه مظبوطة وصحيحة، علشان ويوصلوا لهم العلم قد إيه هو حاجة معقدة، والناس بسطة فبيوصلها لهم بالطريقة اللي هم شايفينها. يعني نورتوا وشرفتوا أسعدتونا في هذا الحوار الرائع جدا القيم جدا. أنا شخصيا يعني شرف ليا أنه يكون في السي في أن أنا أجريت حوار معاكم. أجريت حوار ريليتد للمركز المصري بقمم وبخبته العلمية الكبيرة جدا. أعتقد أنه في مصر في قصور شديد في تولية الضوء وتسليطه على بؤر النجاح اللي احنا بنحاول ان احنا نسلط الضوء عليها، لأنه مصر فيها قصص نجاح كبيرة جدا وعظيمة بيقدرها ربما خارج مصر أكثر مما يقدرها أو تقدرها أو يقدرها داخل مصر. فأنا بشكركم شكرا جزيلا على هذه الزيارة الرائعة، وطبعا سلامي وتحياتي لأساتذتي وأساتذة الكل، أستاذ الدكتور محمد أبو غار، أستاذ الدكتور جمال أبو سرور، طبعا يعني قمم علمية كبيرة جدا، طبعا أستاذ الدكتور رجاء منصور، كل الناس اللي قدمت للعلم الطبي شيء، سيتظل هذا الشيء قيمة مهمة جدا تمثل في كل طفل خرج للحياة بإيد ربنا سبحانه وتعالى وبإرادته وبعلم أعطاه ليهم. لكل أم وأب عاشوا حياة سعيدة وهم أم وأب الأطفال، لكل أسرة أنقذت من حالات مرضية كانت ممكن أن تهدد سعادتها وتجعل حياتها كلها فيها الكثير جدا من المواقف السيئة، كل هذا العلم له قيم وقصص أكبر بكتير منها تذكر في لقاء. نورتوا وشرفتوا ضيفي العزيزين القمم العلميه الكبيره، الاستاذ الدكتوره منى بلغار، استاذ امراض النساء والتوليد كليه الطب جامعه القاهره، استشاري العقم وتاخر الانجاب اطفال الانابيب بالمركز المصري، دكتوره امراض النساء والتوليد واستشاري الموجات الصوتيه في امراض النساء والتوليد، وعضو الجمعيات الاوروبيه والامريكيه والدوليه والمصريه. نورتي وشرفتي يا فندم. ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتورة منة الله جمال أبو السرور، مديرة المعامل الأجنة في المركز المصري لأطفال الأنابيب، وصاحبة الدراسات العليا في علم الأجنة من جامعة إكسفورد، والحاصلة على بكالوريوس العلوم قسم أحياء الجامعة من الجامعة الأمريكية، وعضو في الجمعية المصرية والأوروبية للخصوبة وتكاثر وتأخر الإنجاب. نورت يا فندم، شرفتينا. خليكوا دايما مع الناس الحلوة. الدكتورة هبة متولي، استشاري علاج الحول للأطفال والكبار والمياه البيضاء وجراحات العيون للأطفال وعلاج كسل العين، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، زميل الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج الحول
وجراحات عيون الأطفال. أربعة في المئة من البالغين في العالم مصابين بالحول، معظمهم بدأ معاه من الصغر وتم إهماله، وأحياناً بيكون الحول عرض لمرض خطير يستدعي التدخل الطبي السريع زي السكر وأمراض الغدة الدرقية والوهن العضلي وأورام الدماغ أو صدمات الرأس القوية أو السكتات الدماغية. إهمال علاج الحول أو الإشارة اللي بيديها لنا على مرض تاني خطير جداً، الاكتشاف المبكر للأمراض الخطيرة اللي بتصيب العين والتعامل معاها باهتمام بيساهم بشكل كبير في السيطرة على المرض والشفاء منه. أهلا بكم، اسمحوا لي أن أنا أبدأ حلقتي النهاردة من أن أخوفكم، اسمحوا لي بكده ومحدش يقول أن الكلام اللي هقوله ده يعني مش بجد، لا كلام بجد. الهواتف الذكية في دراسة اتعملت في جامعة سيول في مدينة سيول عاصمة كوريا، جامعة اسمها جونام، لقوا أو ربطوا ما بين إصابة الأطفال بالحول والهواتف الذكية. لقوا إنه الهواتف الذكية قد يكون لها تأثير، وربطوا الكلام بالحول. طيب التدخين دراسة تانية، بس دي اتعملت في واتشكون ودي جامعة في الصين، رحنا بقى شرق آسيا، مهتمين بالأطفال ومهتمين بالحول. لقوا إن التدخين بيصيب الأطفال بالحول، دي حاجة تخوف تانية، خلي بالكم من الكلام ده. لقوا كمان إنه في علاقة وثيقة، دي دراسة ثالثة بقى، دراسة ثالثة دي اللي عملتها سكاي نيوز، إنه في علاقة بين السلامة العقلية وبين قدرة الإنسان على البصر الجيد. الحول إذن قد يؤدي إلى مشاكل عقلية بالنسبة للأولاد. خد اللي جاية دي بقى، إنه في مخاطر الكحل، التكحيل بتاع العين للأطفال خطر جدا، النظارات الشمسية المقلدة، تلبس الطفل نظارة شمسية أي كلام، طبعا كل ده بيؤدي إلى مشاكل خاصة بالعين. إحنا قلنا 3-4 منهم خاصين بالحول، فأرجوكم تتنبهوا، وخصوصا إنه الحول شيء مهم جدا بالنسبة للطفل، لأنه في حالة تنمر تجاه الطفل اللي عنده حول في المدارس أو في المحيط بيه قد تؤثر على نفسيته بشكل كبير جدا. النهاردة لقاء مهم حول هذا الموضوع المهم للغاية مع ضيفتي المهمة للغاية طبعا، والتي تبدأ في حوارها دائما أستاذ دكتور هبة متولي. من ورانا دكتور هبة. سيدي دكتور هبة، شكرا جزيلا. شفتي ده انتو فظيع. انا خفت، انا اتخضيت من الهواتف الذكيه. يعني انا التدخين ماشي، ما احنا عارفين التدخين بيعمل كل البلاوي السود، لكن الهواتف الذكيه، هو الهواتف الذكيه فكرتها النير فيجن، يعني ان طول الوقت الطفل قاعد مقرب حاجه وبيبص عن قرب وبيبذل مجهود في ان هو يشوف الحاجات ويشوف الجيمز اللي بتتحرك بسرعه، فده بيؤدي الى ان العضلات الضمه بتشتغل اكثر من اللازم، فممكن يصاب بالحول وممكن يزود شويه نسبه حدوث قصر النظر. بس برضو مش معنى ان احنا هنحرمه منها خالص، برضو عشان يعني برضو هي مفيده لانها بتزود الوعي وبتعرف الطفل عن حاجات وتحسن الذكاء، وانا ساعات كمان بطلبها لما اكون عايزه اعمل اشجع شويه على تمرينات علاج الكسل. ففي international recommendations، يعني توصيات عالمية في الأطفال حسب سنهم، يعني السن الصغير سنة وسنتين لا طبعا ده ممنوع خالص، أكتر من السن ده يعني بس المصرح به ساعتين بس في اليوم للنير فيجن أو الموبايلات أو الحاجات الإلكترونيكس. دايما لو حد بيجي العيادة يسألني على نصيحة بقول ممكن تشغل اللي حضرتك عايزه على التي في، يعني ممكن يشغل اليوتيوب على التي في أو يلعب الوي أو يلعب الجيمز اللي هي بلاي ستيشن، ما فيش اي مشكله فيها يعني، ولكن مشكله في القرب بس، ان هي اعمال قريبه طول الوقت. يعني ازاي اشخص الحول؟ يعني ناس كتير بتعتقد انت سؤالك هيبقى ساذج قوي، الحول انا بعرفه بعيني. لا ده سؤال مش ساذج خالص، لانه تشخيص الحول ده حاجه تريكي جدا وخادعه، يعني لازم بيبقى فيه فحص في العياده، ويعتمد كمان على مهارات الطبيب،
اللي هو بيفحص الحول وبيشوف ده حول فعلا ولا حول كاذب، الحول ده نوعه ايه، افقي راسي، الطفل ده محتاج عمليه، محتاج نظاره، هل الطفل الحول ده هياثر على الطفل فنبتدي نعالج ولا ممكن نتابع. يعني الحول قصه كبيره بتعتمد على مهاره الطبيب، يعني لا تعتمد مثلا على جهاز مثلا تضاريس القرنيه او جهاز مثلا قياس مثلا ابعاد العين او مجال الابصار، لا، التشخيص بتاعي يعتمد على مهارات الطبيب. فعشان كده تشخيص الحول، يعني انا دايما حتى لو حد بعت لي صوره من اي مكان او كده، يا دكتوره انا عندي حول ولا لا، اقول له لا سوري، لازم تيجي افحص عشان اتاكد اذا كان ده حول فعلا ولا حول كاذب ونوعه ايه، واشخص على حسب يعني تشخيص نوع الحول ياتي بعده العلاج. التنمر والحول، انت كنت زي ما بيقولوا سباقه في المجال ده، وطرحتي مبادرة واهتمينا بيها جدا على مستوى الإعلام، وأيضا أنت عملت بيها ما شاء الله جهد كبير. هو الحول أو يعني جزء من كبير من تخصصي، هو يعني ليه علاقة كبيرة جدا بالتنمر في المجتمع، لأن طبعا والتنمر ده مش بيطول الأطفال بس، لا بيطول الطفل وبيطول الكبير. ممكن واحدة ما تبقاش عارفة تقولي أنا ما عملتش فرحية علشان أنا عندي حول، أنا ما روحتش الكلية عشان عندي حول، أنا مش قادرة خلاص، أنا خلصت ثانوي مثلا وعايزة أدخل الجامعة، لا مش قادرة أدخل عشان عندي حول. أو واحد مش عايز يروح الشغل، أو واحد طول ما هو ماشي باصص في الأرض مش بيبص في عين الناس لأن هو خايف من السخرية. الكبير ممكن كمان يشتكي، المشكلة أن الطفل ما بيشتكيش، الطفل بيروح المدرسة ممكن أصحابه يبتدوا يسخروا منه، يتطولوا عليه وهو ما بيشتكيش، فجأة بنلاقيه مش عاوز يروح المدرسة، فجأة بتلاقيه بقى منطوي، بقى أكثر انطواء لأنه مش عارف يقول إيه اللي مضايقه الحول. فالحول بيشكل خطورة اجتماعية ونفسية على الكبير والصغير. عايز أقرب شوية من الحول، أنواعه وطرق العلاج الغير جراحية الأول. الغير جراحية، هو إحنا أنواع الحول بتختلف من الكبار عن الأطفال. أنواع الحول في الكبار غالبا معظمها بتبقى علاجها جراحي، يعني نادر جدا تلاقي حد في الكبار علاجه نظارة، في بس ولكن مش حاجة شائعة. الأطفال بقى ليهم يعني أنواع أكبر بكتير، في أنواع علاجها نظارة فقط، في أنواع علاجها يعني جزء من الحول علاجه عملية وجزء من الحول علاجه نظارة، وفي أنواع تانية علاجها عملية جراحية فقط لعلاج الحول. وفي طفل عنده محتاج جدا ان هو يعمل عمليه حول وبيرتدي نظاره ملهاش اي علاقه بنوع الحول اللي هو اللي عنده، يعني اللي هو مصاب بيه. عشان كده التشخيص في الاطفال مهم جدا جدا جدا، ان انا افرق ده انهي نوع، ده محتاج انهي تقنيه، وهل هو الوقت ده الوقت المناسب ان انا اعمل التقنيه دي ولا المفروض ان انا ااجل، وهكذا. يعني الطرق الغير جراحيه في الاطفال هي النظاره، يعني أنا أسمح لي أقول إن النظارة هي الوسيلة الوحيدة الغير جراحية لعلاج الأطفال من الحول. في الأنواع التي تعالج بالنظارة، لكن مثلا النوع اللي علاجه عملية مش هتعالجه النظارة، ولكن أنت حضرتك لو سألتني على النوع بس الغير جراحي فمش هقف أقول لحضرتك هي النظارة، لكن مفيش حاجة اسمها ليزر لعلاج الحول ويعني الحاجات دي. التخاريف العلمية اللي لا 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 مش تخاريف علمية، ما ينفعش أقول كلمة تخاريف علمية، أنا آسف، تخاريف غير علمية. غير علمية، هي تخاريف غير علمية وليس لها اي اساس من الصحه وليس لها اي اساس علمي. لا يوجد ليزر لعلاج الحول. عشان نبقى واضحين. بالظبط. يعني وجمعيه طب العيون للاطفال اصدرت بيانات بهذا، ونحن نقلنا هذه البيانات ونكرر هذا الامر كثير. اوكي بالظبط. فهي دي التقنيه غير جراحيه. في الكبار بقى في تقنيات غير جراحيه لعلاج الحول، ممكن حقن البوتوكس، ولكن انا دايما افضله في حالات الحول الصغيره جدا اللي هي النسب البسيطه جدا، او النسب اللي هي نتيجه لشلل في الاعصاب او ما الى ذلك، لكن مش كل انواع الحول. يعني كتير جدا بيقولوا يا دكتور انا عايز اعمل حل من غير جراحه، اقول له لا، انت عشان ترتاح من الحول ده وتصححه وتعيش مبسوط، لا احنا هنعمل عمليه لاصلاح الحول. طيب هنبدا بالاطفال الاول. هنبدا في اي سن يبدا او يجب اجراء جراحه
الحوى او يجب عموما العلاج للحوى. احنا اول ما نشك ان الطفل عنده حوى لازم نلجأ على طول للدكتور المختص، هو بيفحص الحوى وبيقول هل هيتدخل دلوقتي، هل الطفل محتاج نظاره، هل الطفل محتاج تمرينات لعلاج الكسل مثلا نتيجه للحوى ده، ايه الوقت المناسب اللي هو هيتدخل فيه. ولو انا قررت ان انا ااجل الطفل، انا مش باجله وبيقعد في البيت، لا انا بشوفه كل 3 او 4 شهور عشان اتابع الحاله. في انواع حوى انا ممكن اقرر ان انا اعملها بدري خالص زي الطفل اللي احنا شايفينه دلوقتي، ده حوى وحشي موجود طول الوقت هياثر على وظيفه العين، فاضطريت ان انا اعمله في هذا الوقت. قد يكون والطفل ده عنده سنتين تقريبا، في بعض الاحوال لا انا بيبقى الحوى يعني الحوى نفسه متقطع ولا يؤثر على وظيفه العين، فممكن ااجله شويه لغايه سن 4 أو 5 سنوات. فعشان كده بقول ما ينفعش يبقى في قاعده واحده لجميع انواع الحوى وخصوصا في الاطفال. مثلا في حاله زي دي ده حوى داخلي او الحوى الانسي، وانا يعني جايبه بس الحاله بعد العمليه مباشره عشان نشوف بس الاحمرار البسيط. العمليه بتترك بعض الاحمرار بيستمر ل3 أو 4 أسابيع بعد العمليه ويختفي. نوع العمليه دي ايه؟ دي عمليه اصلاح حوى، عمليه اصلاح حوى العمليه جراحيه بسيطه على سطح العين لا تترك اثر وليس لها ده عمليه في العضلات كده. في العضلات عمليه في العضلات وليست كده. ليزر وليست ليزر، لا وليست ليزر. إذن دي برضو ده بقى دي نوع اللي انا كنت بشرحه دلوقتي، اللي هو نوع الحوى اللي نص منه نص نظاره، نص علاج ونظاره، ونص الحوى الثاني عمليه. طفل في الصوره الاولانيه عنده حوى نسبته كبيره، لما لبس النظاره تقريبا نص الحوى او ثلث الحوى اختفى، وبعدين في اخر صوره عملنا له عمليه حوى للحوى اللي فوق النظاره وخلاص بقت عينيه معدوله جوه النظاره، يعني اثناء ارتداء النظاره. في النوع ده انا لازم احترم جدا الجزء بتاع النظاره عشان اتجنب ان الطفل ده يحصل له حوى وحشي عكسي لما يجي يلبس النظاره عشان يشوف زي بقيه البني ادمين كويس. فالنوع ده يعني انا مثلا دايما كل اب او ام، طب مش هيجي داخله العمليات ما تصلحيه كله خلاص، انا ما اقدرش اصلحه كله خلاص، لازم احترم جدا الجزء اللي بيعالج بالنظاره واتركه للطفل بعد العمليه عشان يلبس النظاره يتظبط وهو لابس النظاره. حركه دماغه اللي هي فيها تلت جديد ديت وعملها قصده ولا بيتدلع؟ لا هو في انواع كتيره جدا بيبقى التلت بتاعت الطفل عامل ياخد دماغه او بيلف وشه عشان يشوف كويس، والحالات ديت فعلا بتبقى معظمها سببها الحوى، ولكن في الحاله دي لا هو بيتدلع ده برضو حوى. ده الطفل سنته صغير تقريبا برضو بسنتين وعنده حوى انسي. يعني انا جايبه بس مجموعه من الصور لطمانه بس الاباء والامهات، وده يمكن من اصغر السن اللي احنا بنعمل فيه عمليه الحوى، هو كان البنت كان عندها 6 شهور لما عملنا العمليه. العمليه امنه وبسيطه وبنعملها في سن صغير جدا، فلا داعي من ان احنا الناس تخاف منها، يعني لا داعي ان حد كبير يدخل العياده خايف من عمليه الحوى، وهي اصلا احنا بنعملها الاطفال عندهم 6 شهور. كان لازم تتعمل في السن الصغير 6 شهور؟ النوع ده لازم في السن ده، يعني النوع ده لازم في السن ده. في انواع ثانيه انا بقرر انها تبقى عند سن سنه، في انواع بقرر ان هي تبقى سن 4 سنين. وزي ما بقول لحضرتك لما بقرر لازم برضو الطفل يبقى تحت عينيا، بتابعه كل 3 أو 4 شهور عشان بس اطمن على استقرار الحاله. ساعات احنا شفنا في احدى العمليات، يا ريت نشوفها تاني، العمليتين يتعملوا في نفس الوقت، لازم العينتين يعني العينتين. بص هقول لحضرتك حاجه، التشخيص زي ما حضرتك قلت العلاج يعتمد على التشخيص. انا بفحص الحاله كويس واشوف اقرر انا هعمل عمليه في عين او عينتين خلاص. قد يكون الانسان شايف ان هو عنده حول في العين اليمين بس، وانا قرر ان انا اعمل العمليه في العينين، زي مثلا حاله الطفل ده، يعني انا في الحاله دي قررت ان انا اعمل في العينتين مع ان هو مامته شايفه ان هو عنده حول في العين اليمين بس. فده بيرجع برضو لتشخيص الطبيب، وان هو بيشخص اين يوجد اضطراب العضلات الاصلي في العين اليمين ولا العين الشمال. فكره، عارفه الفكره في المجتمع المصري كتير قوي يقول لك ايه يا عم انت هتعمل عمليه بتاعت الحول خصوصا في الكبار هترجع تاني تاني. لا هو الشائعه الخاطئه دي نتيجه للممارسات الخطا في علاج الحول في مجتمعنا. الحول تخصص صعب وتخصص محتاج زي ما بقول لحضرتك مهارات الطبيب فيه، ان هو الطبيب المختص ان هو يشخص نوع الحول فيبتدي يعالجه صح، فيبتدي نسبه رجوع الحول دي بتقل خالص. يعني احنا مفيش حاجه اسمها ابدا الحول هيرجع زي ما كان، ولكن في احتمال ان 10% من الاشخاص اللي اجروا عمليه الحول هم يحتاجوا الى خطوه ثانيه مكمله. يعني احنا مثلا لو اجرينا العمليه دي ل 100 شخص ففي 90% دول مش هيحتاج حاجه ثاني، وفي 10% يحتاج خطوه ثانيه مكمله. يعني ودايما الخطوه الثانيه بتبقى ابسط من الخطوه الاولى، فيعني
لا عمر ما الحول بيرجع تاني زي ما كان بالظبط لو عالجناه بالطريقه العلميه المظبوطه والصحيحه. يعني مثلا دي حاله قعد سنين عمر طويله، راجل شعره شاب. ما كانش يعرف ان في علاج الحول في السن الكبير. وبعدين لما عرف جه وصلح الحول، وطبعا كل الحول يضر الجميع الكبير والصغير، والسخريه تطول الجميع الكبير والصغير من 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 قصه الحول في مجتمعنا. الحاله دي ده حول راسي، الحاله دي مهمه جدا لان هو قبل ما يجي لي تقريبا كان اجرى 3 عمليات لاصلاح الحول الراسي ده. وجه انا يعني نتيجه بس ان احنا بناخد ابروتش خاطئ في علاج الحول، مش بندخل على طول على العضله اللي فيها المشكله او الاضطراب الحركي اللي فيه المشكله في العين. فلما عالجنا الاضطراب الحركي وتشخصناه برضه عشان برضه اجي اكد ان هو الحول يعتمد على التشخيص، لما شخصنا العضله اللي فيها المشكله وعالجنا الحاله فبدا الايه العيان يعني يتظبط ويبقى مبسوط وسعيد يعني. عظيم. برضه هنا الحاله دي يعني عنيفه قوي. يعني هو بيغير الحياه، علاج الحول حقيقي بيغير الحياه. حقيقي يعني. اختلفت بيئه في البيئه. بالظبط. حقيقي بيغير الحياه جدا يعني. يعني للاسف الحول منتشر في مجتمعنا ومتروك. منتشر منتشر وثقافه علاجه قليله. قليله، بدات تتحسن جدا اليومين دول يعني بالتوعيه انا وزملائي، ولكن هو ستيل برضه ثقافته حتى كمان في كتير قوي يعني البلاد العربيه. الحاله دي يعني اعتقد ان العين نفسها نون فانكشن، بس كان لازم تعمل شكلها عشان هي مش شايفه بيها، لان هي العين بدات تدخل جوه لغايه لان هي مش بقتش تستخدمها. فكانت عندها ميه بيضة، فقبل ما تعمل ميه بيضة صلحت لها الحول عشان نعرف نعالج الميه البيضة، ما احنا الجهاز حتى مش هنعرف نشتغل طول ما هي عينيها بالشكل ده. وخلي بال حضرتك حتى الكبار بيعالجوا الحول عشان ولادهم وعشان احفادهم ما يبقوش هم حاسين ان هم عندهم يعني قدامهم ان هم عندهم يعني المرض. وسيله التواصل المميزه جدا يعني. الحاله اللي فاتت الاخيره دي معلش دي بنشوفها كتير في المجتمع. كتير كتير جدا بتشوفها، وفي المحلات بتشوفها طول وانت ماشي. لا اللي بعديها الحاله اللي بعديها. بالظبط. يعني برضو ان احنا وفي الصعيد يعني مثلا برضو اخواننا في الصعيد. ايوه هي بالظبط دي. دي بصراحه يعني من الحالات يعني البنات بيبقوا فعلا تعبانين قوي والله، والرجال يعني سواء بنت او راجل. يعني برضو البحث عن الشكل الجيد اهم. طبعا راجل بيحسن الكواليتي اوف لايف، يعني بيحسن جوده الحياه بشكل فظيع يعني. طبعا طبعا يعني. ايه بقى اكتر اللي انت لازم يعني تغيريه في دماغ الناس عن العلاج الخاص بالحول، وخصوصا ان الناس عندها تخوف يقول لك ما اعملش عمليه في عيني ومش عارف ايه. كلام سليم من ناحية المنطقية الإنسانية، لكن من ناحية الطبية طب ما أنت عينك ما بتشوفش. اللي أنا عايزة أغيره للناس في علاج الحول إن بليز يعني روح للدكتور المختص في تشخيص الحول، ويعني المختص في الجهاز الحركي والعضلات وعلاج الحول، لأن هو يعني علم مختلف. فلما نروح لدكتور مختص نبتدي شخص صح، هيبتدي ياخد الطرق السليمة الصحيحة بعيد عن الشائعات. ويعني دايما ما نروحش للرأي القاضي أو الرأي الشاذ، لكن نروح للآراء اللي هي الطبيعية اللي هي كل الناس كل الدكاترة المختصين بيقرروها. الرأي العلمي المتسق مع التوصيات بالزبط. العلمية العالمية. العالمية بالظبط. مش الرأي اللي جايب حاجة من دماغه بالزبط. اللي بيخوف الناس يقول لك أصل أنت لو غطيت عين الطفل هيبان شكله قرصان بالزبط. ومش عارف إيه. ما هو ده العلاج. هو ده العلاج. يبان بقى قرصان، يبان جاك سبارو، يبان اللي أنت عايز تبينه، بس هو ده العلاج. ما هو أنت ما احنا ما نلعبش على طبيعة الأسر اللي هي خايفة على أطفالها. حاجة تانية كمان عايزة أغيرها، فكرة إن كل حد عنده عين ضعيفة وعين قوية وعنده فيها حول ويقول لأ أنا لو عملت الحول لازم هيرجع تاني فمش هعمله وهعيش كده ويعيش بعيني. لأ تعالى وحاول تعمله، وأقصى حاجة هتحصل إن احنا ممكن نحتاج خطوة تانية مكملة في المستقبل which is nothing، لأن هو العملية نفسها بسيطة ويعني ملهاش تقريبا أعراض جانبية. فيعني ما تعيش بيه وتبقى متضايق، لأ يعني صلحه وعلي من جودة الحياة يعني. انت نورتيني واسعدتيني كالعادة. ويعني ابدعتي الاستاذ دكتورة هبة متولي استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الاطفال والمياه البيضاء، وطبعا صاحب الدكتوراه طب وجراحة العيون، وزميل الكلية الملكية البريطانية وعضو الجمعية الاوروبية لجراحات الحول والجمعية الامريكية لجراحات الحول وجراحات عيون الاطفال. نورتيني وشرفتيني. ميرسي. خليكوا دايما مع الناس الحلوة.
الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. ثلاث حقائق عن الانزلاق الغضروفي اتغيرت مع الوقت. أولها الاعتقاد إن معظم المصابين بالانزلاق الغضروفي من كبار السن، والحقيقة إنه بسبب نمط الحياة الوضع اتغير، وبقت الإصابة بأمراض العمود الفقري ما بتفرقش بين سن كبير وسن صغير. مش بس كده، الإحصائيات بتقول إنه متوسط الأعمار المصابة بأمراض العمود الفقري من سن 30 إلى 50 سنة. الاعتقاد الثاني إن مشاكل الظهر معظمها للبدناء، والواقع إنه حتى اللي بيعانوا من النحافة معرضين للإصابة بأمراض العمود الفقري، لأن أسباب الإصابة متعددة والوزن مش هو العامل الرئيسي في الإصابة. الاعتقاد الثالث إن كل الإجراءات الطبية لمعالجة العمود الفقري مؤلمة ومخيفة، والحقيقة إن التقدم الطبي والعلمي وكمان التقني سهل كتير جداً علاج كل مشاكل العمود الفقري، وخلى كل المخاوف من الألم في علاجها جزء من الماضي. أهلاً بكم، النهاردة يوم مهم جداً وكلام للكل. ليك أنت يا مون بي، لبكيزة هانم، لسميرة هانم، لكن كمان لصعب حفيظ، للست عنايات، للكل. للكل في 2020 21 و22 ربنا يديكم العمر. الزمن ده زمن ألم. تقول لي يا زمن ألم، ما احنا عارفين. لا، زمن يسبب الألم، يسبب مشاكل كتيرة في الظهر. زمن التكنولوجيا. تقول لي التكنولوجيا فادتنا، لا، ضرتنا كتير، زي ما فادتنا في حاجات ضرتنا في حاجات. طب تعالوا نشوف مع بعض. انتوا عارفين أخطر حاجة إنسان ممكن يواجهها إيه؟ ناس القعدة، الكرسي. الكرسي اللي الواحد قاعد عليه ده هو الخطر. الكرسي اللي في العربية، قدام التلفزيون، قدام الـ 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 الأكل. الكرسي اللي الإنسان قاعد عليه وفي نفس الوقت مش متنبه إن هو ممكن يوصل في يوم من الأيام من الكرسي ده إنه يركب الإسعاف ويروح المستشفى. ناس كتير بتشتغل بالطريقة دي، ناس كتير حياتها هي القعدة دي، والقعدة دي كارثية. القعدة تمنها بيكون غالي. التكنولوجيا يا جماعة أثرت على حركتنا بشكل كبير، أثرت على إن إحنا بنعملش مجهود بدني جيد. التمن بيكون طبعا وقعدتنا غلط، يعني احنا زي ما انتوا شفتوا البني آدم قاعد محني مقتب في الآخر. طيب ما هو التمن هيكون انه ظهرك هيوجعك. كمان ساعات التهور، يعني حتى في lack of physical activity اللي احنا شفناه، اللي هو انعدام الحركة، فجأة تعمل حركة عايز تشيل حاجة، ما انت مش مؤهل يا باشا، انت قعدت على كرسي بقالك سنين ولا شلت ولا عرو، بعدين في يوم فرح بنتك ولا يوم فرحك فكرت تشيل العروسة، تشيل عفش العريس، تجامل، تعمل، تسوي، اضطرتك الظروف تشيل استبن بتاع العربية. بعد الأيام من الجلسة الطويلة دي هتعمل فجأة الجهد ده، فجأة تدفع جسمك إلى الانتحار، بس بشكل حرفي في صورة تعرض لمشكلة تسبب الألم. الألم في الجسم شيء مزعج جدا، والعلم دلوقتي عمل برانش كبير جدا اسمه علاج الألم. النهاردة هيكون حوارنا في المنطقة دي، إزاي نتعامل مع الألم. للكل، للمون بي، لبكيزة هانم، لعبد الحفيظ، الأستاذ عبد الحفيظ، للست عنايات، للباشا، للعادي، حتى للبنا، الغفير، الرجل الطيب، البسيط، لكل الناس الألم شيء مش محتمل. النهاردة ضيفي العزيز واحد من قمم هذا المجال، واحد من الأسماء الرائعة اللي بتبدع في هذا المجال إبداعا خاصا جدا، بيسعدني جدا بآراءه العلمية الرائعة، وطبعا شعبيته الجارفة التي تتميز بأداء علمي ومهني دقيق للغاية. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري ومشاكله، بالأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، الاسم القدير. أهلا بيك دكتور هشام. أهلا وسهلا. الكل يعاني طبعا. مون بيه، بكيزة هانم، عبد الحفيظ افندي، وعنايات مرض العصر.
مشاكل العمود الفقري بقت كتير، صح كده؟ اكيد. الانزلاق الغضروفي ازاي بيحصل اساسا؟ العمود الفقري ده عباره عن عظم متركب فوق بعضه بينه غضاريف، غضاريف دي ماده طريه تتحمل الضغط الرأسي لكن ومرنه تتحرك، لكن لو عملنا زي ما حضرتك قلت في المقدمه الجميله اللي في الاول دي ان انت لو شلت حاجه غلط يبتدي الغضروف الطري ده يتداس عليه يتآكل يتضغط يدوس على الأعصاب فورا، وتلاقي العيان بقى يبتدي يشتكي من ألم في الغضروف وألم في العصب اللي نازل على رجله، ويسبقه كمان ألم في العضلات الضعيفة اللي الإنسان زي ما أنت قلت كده قاعد ما بيتحركش وفجأة عاوز يعمل حركة، أو شباب بيلعب جيم والمدرب يقول له شيل ويشجعه ويشيل غلط، كل ده يسبب طبعا الام الغضروف والام المفاصل بتاعه الظهر وعرق النسا، كلها مرتبطه ببعضها وكلها عمود فقري واحد. ايه الاعراض بتاعه النسا؟ العيان بيجي يشتكي من الم في اسفل الظهر، الالم ده يسمع في مناطق، تلاقي بيسمع زي ما باين في الصوره في الظهر من فوق في المقعده، الستات تيجي تقول انا وسطي مخلوع، انا الجزء اللي فوق غير اللي تحت، في خدي من قدام من قدام حتى، يعني انا بنكلم على الظهر، لا ده الوجع بيجي من الفخده من قدام، ومكان المبايض عند الستات تانيه الرجل تقول لك انا مبايضي بتوجعني، لا هو برضو ظهر، وبتنزل كل ده الام للظهر، وبتنزل بقى كمان للسمانه للقدم لاصابع القدم، لو ابتدينا نخش بقى في عرق النسا وضغط اشد على الاعصاب، فهي مراحل، وهو الشكوى والألم يجي حرقان تنميل شكشكة حاجة بتشك، يعني الصورة التانية دي بوري لك الألم نازل ده عرق النسا للمناطق اللي لونها أحمر دي، لأن يقول لك أيوة هو الألم بينزل لي من فوق لتحت، هو نازل من ظهره، هو كابل كهرباء، العصب ده كابل كهرباء دوست عليه هينعين على طول هيتألم في ساعتها، زي ما الواحد بينام على كابل الكهرباء اللي في إيده يصحى إيديه منملة، هو نفس الفكرة. فدي الأعراض. الاعراض ديت يعني بتتزايد كريشندو معنا. طبعا حسب بقى وتزيد مع السن، انت الخشونه موجوده والسن بيسبب خشونه، لكن ممكن تظهر في سن صغير، وشفنا غضاريف في سن 14 سنه و15 سنه، وفي ناس 70 سنه رياضي زي الفل ما عندوش حاجه خالص، يعني الرياضه عامل مهم برضه بيشيل جزء كبير. الرياضه والوزن. الوزن طبعا. الوزن حاجة والرياضة حاجة تانية، والحياة المكتبية الحياة اللي قاعد على مكتب والعكس، والحياة الشقة اللي بيشيل أكتر ويشيل غلط برضو، هي لازم نبقى متوازنين في كله. أنا قلت الباشا والغفين الاثنين بيعانوا. هروح لحتة تانية، العين هيجي لك بيشتكي في فحوصات هتطلق. طبعا، يعني أول حاجة في فحص كلينيكي في العيادة بتشوف أماكن الألم وسببها إيه، لأنه ممكن زي ما انا قلت لحضرتك ممكن يبقى ظهر وجهه يبقى حزام ناري وهو بيفكر ان هو ظهر، ممكن يبقى عضلات سبازم في العضلات، ممكن يبقى غضروف، ممكن يبقى مفاصل الظهر، كل ده بيتفحص في العياده، وبعدين نبتدي نطلب فحوصات، الفحوصات دي اشعه عاديه مهمه جدا بتبين الفقرات فوق بعضها ولا لا، في انزلاق غضروفي تزحزح في الفقرات، الفقرات دي ممكن ما تبقاش فوق بعضها، بعدين بنعمل رنين، رنين جزء مهم، رسم عصب، كل دي حاجات تبين المشكله فين، ما دام عرفنا المشكله فين يبقى نبتدي نفكر بقى في الحلول اللي ممكن العيان يجربها ويخش يعني يستعملها وتبقى ليها فايده في الاخر، لكن في ناس كتير قوي هو مش عارف المشكله والدكتور يبتدي ايه يجرب معاه بدون ما نحدد المشكله، ده غلط، يعني لازم الاول اعرف المشكله وبعدين ابتدي اتعامل معاها زي اي حاجه. فرضت كلمة التدخلات المحدودة دورها في التعامل مع مشكلات الغضروف، صح كده؟ ده في الطب كله. يعني دلوقتي احنا زمان نعمل المرارة بمفتوحة وجرح يبقى طوله كبير وبتاع، بعدين ابتدت الدنيا تتحسن، طب ما نعمله بالمنظار، طب ما نخش نعمل الاوبن هارت القلب المفتوح تلاقي فتحة 10 سنتي في القفص الصدري والعين يقعد شهور، المعاناة بعد العملية تتناسب مع فتحة الجلد قد ايه، كل ما انت قللت التدخل والجلد، لانه الجلد هو اكتر حاجة
والقطع في العضلات دي اكتر حاجه بالعيان بيعاني منها بعدها. نفس الكلام في الغضاريف، نعمل عمليه تقليديه خالص وبعدين يبتدي يشيل عظم اكتر، ابتدوا حتى الجراحه يقول لك لا انا هعمل فينستريشن خرم بدل ما اعمل فتحه 10 سم اعملوها 3، طب ما نعمل خرم نشيل، طب ما نعمل بالمنظار، في كمان احدث طب ما نعمل بالتدخل المحدود، انا ممكن ادخل ابره احل بيها المشكله، يبقى ايه لازمه ان انا افتح فتحه كبيره، والابره دي ميزتها ايه بقى؟ ان انا ما قطعتش العضله وشكت ابره بالنسبه للعين، هي طبعا مش ابره، هو سلاح رفيع جدا يوصل للغضروف ويعالج، لا اما بيعمل تردد حراري وده علاج، ولا اما يعمل تبخير في الغضروف ونشيل قلب الغضروف وده برده علاج. يعني كلها حاجات حديثه، الركبه كان يعمل عمليه مفتوحه، لا دلوقتي نعملها بالمنظار، كله بهذا النمط. يعني انت تقدر تعمل عمليه كامله بدون ما تفتح الجلد، طب اعملها ليه وانا فاتح الجلد؟ يبقى بالعقل يعني. الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي دي ده جهاز التبخير ده، وده سلاح التبخير بيخش في الجلد بدون فتحه، يعني هو شكت ابره في النهايه، العين بيشعر بمخدر موضعي ونوصل للمشكله. في جهاز تاني بيصور المريض والابره بتخش لحد الغضروف زي كده ما حضرتك شايف، اقدر اوصل للغضروف اللي فيه مشكله واتعامل معاه بدون فتحه اصلا. فبالتالي الخروج من العمليه تقعد ساعه، العين بعديها بنص ساعه بالظبط يروح البيت. تاني يوم ممكن يروح شغل، تاني يوم ممكن يسافر، يعني بيجي لي ناس من السعوديه من الامارات يجي يعمل عمليه يرجع يقول لي انا طيرت بالليل، اقول له سافر، لان هو بالنسبه له حركته بقت عاديه. يعني ادي الابره انا ماسكها داخله في العيان عادي، داخله في قلب الغضروف حضرتك شايفها، تحت جهاز الاشعه عشان نشوف انا فين. ما هو مش بلايند يعني. لازم ابقى شايف، وكلها حاجات سيمبل وحاجات بسيطه وبتحل. في حالات طبعا تنفع لهاش الحاجات دي، يعني ده لازم بقى ترجع للمتخصص يقيم والتشخيص مظبوط، وهل كل الحالات تنفع؟ لا، في حالات تنفع، وفي حالات في اجهزه ثانيه مش بس التبخير، في تردد حراري، ده في عيان يبقى عنده مشاكل صحيه، يعني عنده فشل في القلب، عنده سكر وخايف من العمليه، وفي عيان ما عندوش حاجه بس خايف مش عاوز افتح ظهري وعمليه. والعمليات مش وحشه ولا حلوه، هي مش كده، هي كل حاجه تتعمل صح وتتعمل في المكان المظبوط تبقى اللي يناسبه ده، حسب ان انا محتاج ايه بالظبط. لكن الوجه العام الناس بتخاف من الجراحه، وده حقيقي، اي حد فينا حتى لو دكتور اي حاجه يقول لك لا انا، طب انا اعمل ليه جراحه؟ ما انا ممكن اعملها بدون جراحه. فده تقدم، هو العلم كده، هو العلم بيفيدنا، والتكنولوجيا زي ما حضرتك قلت هي مضره، ان خلتنا نبقى نستعمل عربيه، لكن في نفس الوقت هي افدتنا من ناحيه ثانيه. ما هو في اخر جهاز تردد حراري والتبخير تكنولوجيا. لا انا بتكلم على التكنولوجيا بتاعت الليزي، تكنولوجيا الكسل، ايوه تكنولوجيا التلفزيون والقعده لكن لا. لما اتكلم على ده بالنسبه للتبخير، التردد الحراري بيعمل نفس دور التبخير ولا يختلف؟ لا هو الفكره واحده، هو اجهزه احنا بنستخدمها او في اجهزه تانية، لكن تردد حراري ده سلاح رفيع جدا، ابره تردد بتوصل لاماكن الالم، بتشتغل غالبا على الاعصاب وممكن نشغلها على الغضاريف، دي ليها وظيفه تكنيكال قوي، والتانيه ليها وظيفه تانية. يعني هنا باين الصورة بتاعت العصب هو نازل، ده بيغذي مفاصل معينة في ظهر المريض، يقول لك أنا دي أدخل الإبرة توصل لحد العصب بدون ما هي بتعالج العصب. واحد يقول لي طب ده عبارة عن مسكن؟ لا، في حاجات مش مسكن، في حاجات علاج، وعلاج يستمر. طب السؤال المشهور جدا ده حضرتك بيقعد شهرين ويرجع؟ لا، احنا بنقعد بالتدخلات دي انا ممكن نقعد بيها سنوات طول ما العيان بيحافظ على نفسه وما يشيلش حاجات تقيله، حتى بعد الجراحه المفتوحه بيتقال للعيان ما تشيلش حاجه تقيله، ما تزقش حاجه تقيله. بس الفارق بقى ان في التدخلات المحدوده زي التردد الحراري والتبخير نص ساعه العيان بيروح في شعاعات في مستشفى، وما فيش بنج كلي، ده بنج موضعي، ويروح شغله يومين ثلاثه، عاوز اجازه اسبوع يروح، عاوز يسافر يروح، في شعاعات في البيت، ما فيش حزام ظهر ولا حزام رقبه ولا رقبه يلبسها ويفضل لابسها شهور. ادفانس تقدم يعني الجراحه بيقعد، الجراحه ده العيان قاعد بقى يقعد له في المستشفى يوم ولا يومين، ويروح يقعد في البيت اسبوعين ولا ثلاثه ولا ساعات شهر، ويدوا له نصائح ما تتحركش وراحه تامه شهور شهر واثنين وثلاثه. لكن دايما بقول له روح، انا بالعكس اقول بشجعه على الحركه، اقول له روح شغلك بعد ثلاث اربع ايام، اتحرك طبيعي ثاني يوم، لازم تتحرك، لازم تروح وتخش الحمام وتقوم وتيجي، لان
توفرت له المشكله الاساسيه اللي هي فتح الجلد وقطع في العضلات، حليت المشكله بتدخل بسيط بدون اي حاجه. والغلطه المشهوره يقول لك لا ده حاجات دي مسكنات، لا مفيش مسكن بيقعد مع العيان 3 4 سنين، ده مش مسكن ده بقى علاج. مفيش عمليه، يعني انا دخلت شلت قلب الغضروف مسكن ازاي يعني؟ مش فاهمه. لا ده انت بتشيل وبتعالج وتوصل للمشكله وتحلها، والعين بيستفيد سنوات سنوات. بعد 10 سنين عجز ظهر غضروف تاني، دي موضوع جديد زي ما ممكن تحصل في اي بروسيدر في الجراحه. في الجراحه ده ممكن في الجراحه تحصل نفس الكلام، شلت الغضروف يظهر جنبه واحد تاني، الغضروف نفسه يرجع تاني اللي اتشال. ده وارد في الجراحه ووارد في التردد، لان احنا كائن حي بينمو. مش معنى ان انا شلت تتجدد مشكلته. يعني كائن حي بيعيش كل يوم بمشاكل جديده وحياه جديده وهكذا. لو انا برضو بصيت لي فايدة التدخلات المحدودة في لو الحالة فيها ضيق في القناة العصبية أو تليفات حوالين القناة فيبروز. التليفات طبعا والضيق بيكون سبب أسباب كتيرة. ممكن المفاصل بتاعة ظهر البني آدم اللي هي التقاء الفقرات ببعضها تكون متورمة وعاملة ضغط. ممكن في أربطة في العمود الفقري من ورا ومن جوه القناة العصبية برضو تعمل ضيق. ممكن الغضروف نفسه يعمل ضيق. أسباب اللي بيحصل هنا ممكن نحل الضيق ده برضو بتدخلات محدودة. ممكن ندخل أساطر جوه القناة العصبية بتوصل لأماكن الضيق وبنحقن مواد توسع الضيق ده، وممكن نحقن كمان إنزيمات تاكل الفايبروز تاكل يعني التليفات تاكل التليفات، وده حاجات جديدة كل ده تقل. لكن بالجراحة خد في المقابل، أنا في الجراحة هخش أفتح بمشرط أفتح العضلات أوصل للعظم أشيل جزء كبير من العظم وعشان اعمل توسيع، اقفل بقى كل ده تاني والعين يرقد قد ايه؟ طب ما انا ممكن اعمل نفس الفكره بتدخل محدود. ومش عاوز اقول لحضرتك، هو يعني كتير من الجراحين لما يجي له هو نفسه مشكله مماثله في عيلته او هو يفكر 100 مره يقول لك لا طب انا اجرب المحدود الاول. التدخلات المحدوده بقت ليها باع كبير دلوقتي. في كل الطب، كل الطب انا اقدر اتجه الى حاجات بسيطه. يعني تخيل اوبن هارت، عمليه قلب مفتوح تتعمل بالمنظار وتتعمل بتدخلات محدوده، بنسميها بالانجلش يعني ترم لوحده مينيمال انفيزيف سيرجري. انا اقدر اعمل حاجات كتيره بالمينيمم انفيزيف، بالاقل حاجه بالمينيمم بتاعنا. وده فرقه جدا في قعد المريض في المستشفى، قعد المريض في بيته، وعدم الحركه، رجوعه للشغل امتى، رجوعه لحياته الطبيعيه امتى. كل ده حاجات طبعا المريض نفسه ما عياش ونفسه لو عيه يبقى المشكله تبقى خلاص في يومه ويرجع تاني. تحسن المريض بعد قد ايه؟ التدخل المحدود المريض بيرجع يخرج من المستشفى بعدها بنص ساعه، نقول له روح، يروح البيت يقعد في الم العادي بتاع اي حاجه، يقعد له مثلا يوم يومين ويتحرك حركه طبيعيه من تاني يوم. التحسن النهائي اشوف نتيجته في خلال شهر، في خلال 3 اسابيع اقدر اقارن واشوف بقى لا ده استفاد ما استفادش، ونسبه الاستفاده بتبقى كبيره جدا، بتبقى عاليه، بتماثل الجراحه ويمكن تفوقها في بعض الحالات. لان ساعات الجراح عشان بيستخدم مشرط يبقى مش قادر يوصل للمشكله، مش قادر. لكن انت لو دخلت بابره تقدر توصل لها، ده يعني مقارنه بتحصل. فلا اغلبيه الاحوال الان بتحسن في المنظر النهائي في خلال شهر، لكن بيرجع شغله من تاني يوم، يقدر يرجع ويقدر يسافر ويقدر يروح يصيف تاني يوم، هو عامل عمليه قبلها بيوم. والاغرب انه هيبص على ظهره مش هيلاقي فتحه عمليه، ويقول لك ده والله ازاي مفيش فتحه. هو ده التقدم. والنداء اللي بيشتكي من مشكله طبيه يلجا مباشره للتشخيص المبكر عشان يستفيد من كل التكنولوجيا دي بشكل افضل. بدل ما نصل بالمرحله الطبيه لو اهملها الى مرحله قد تحتاج الى جراحه بالفعل بقى. نوصل لمرحلة في حالات في حالات اقول له اهملها سنين، اقول له هو مش الوقت بس، يعني مش السنوات، يعني سيفيريتي يعني شدتها. شدتها ساعات اقول له لا انت ما ينفعش عندي تدخل محدود، انت لازم تروح تعمل جراحه. والعكس صحيح، الاقي ناس كانت راحت للجراحه وكان المفروض وكان يبقى سهل جدا المشكله تتحل بتدخل محدود. الجراحه بتصعب علينا التدخل بعد كده. وفي كاتيجوري كبير او جزء كبير من المرضى عملوا جراحه يجي لهم وجع ويجي لنا بعدها، بنسميها الام ما بعد جراحه العمود الفقري.
والتثبيت، يقول لك انا هشيل مش عارف ايه واثبت بمصامير. عمليه قاسيه جدا، عمليه قاسيه جدا، ليها دواعي طبعا، ليها دواعي، لكن في بعض الاحوال انا بحس انها بتستخدم على الفاضي ومليان، لكن بحلول بسيطه بتحل المشكله بدون ما نتدخل للتثبيت. انت نورتنا النهارده، الله يخليك، ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام العزازي، ابدع كعادته في شرح واحده من اخطر واشهر مشكلات وجع الظهر. مين في مصر ظهره ما بيوجعوش؟ نورتنا دكتور هشام بيه، خليكم دايما معنا. سهلا، السبب الاساسي للسمنه المفرطه، السبب الاساسي مش الاكل كتير بس، قبل الاكل الكتير القعده كتير، الراحه كتير. كل انواع جراحات السمنه المفرطه الهدف منها انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه اذا كانت موجوده وتحسين اللايف ستايل. السمنه تعطل الانجاب بصوره واضحه جدا، بتعمل تجسس في المبيض ولخبطه في الهرمونات ويعني تاخر في الانجاب بصوره واضحه جدا. البنات بيبقوا مهزومين نفسيا، البنت اللي وزنها كبير فعلا ما بتبقاش عايزه حتى تتصور، مش عايز تحضر مناسبه مع صاحبتها او بتبقى قاعده في البيت ما بتشوفش الشمس. ايها الناس، خلي بالكم من عيالكم، انتوا امناء عليهم. ده في ناس والله بتبعت الحاجات الادويه اونلاين، تقول تعالى خد خد العلاج. دي جريمه على فكره، لا يقابل، دي جريمه رحيم. لا يقابل، ما بقابلش العيان اصلا، هو انت بتليفون كده، هو في حاجه اسمها كده نصاب. انقاص الوزن هو علاج لتاخر الانجاب، انقاص الوزن هو علاج عشان يظبط الدوره الهرمونيه مره اخرى للبنت اللي عايزه الدوره بتاعتها تبقى منتظمه، عايزه يبقى عندها صحه انجابيه مظبوطه، لازم تنزل وزنها. انا اتمنى ان احنا نعمل منظار معده تشخيصي لكل الناس قبل عمليه السمنه، لان في حال عدم عمل منظار معده تشخيصي ما قبل العمليات بتتفاجئ ان انت تلاقي عندك فتق في الحجاب الحاجز، يا اما تكون سكر من النوع الثاني، وهنقيم ده بقى بالسي بيبتايد والفاستنج انسولين ليفل والهوما والانتيجاد، كل الحاجات اللي بتتعمل لتقييم المريض. انت نوع ثاني، هتبقى من اكثر الناس حظا، لان انت هتخلص من السمنه وهتتخلص من السكر في عمليه واحده بس اللي هي تحويل المسار. لو هذا البرنامج نجح بس في محاربه السمنه، يبقى احنا قدمنا شيء عظيم. كل اسره بتتعرض الى تاخر الحمل هي اسره في حاله استنفار نفسي وذهني وطبي. تأخر حمل ده يعني معناها زوجين بيحصل بينهم علاقة زوجية لمدة سنة كاملة، بعدها لو لا سمح الله ما حصلش حمل خلال السنة دي نقول إن في تأخر حمل. عدم أو المشاكل اللي ممكن تقف قدام الحمل مشاكل عديدة في الزوج وفي الزوجة. الحاجز الرحم ده مبدئيا أول حاجة لازم نبقى عارفين حجمه قد إيه، جاي منين، رايح فين، الدورة الدموية اللي ماشية داخله عاملة إزاي، الحاجات دي كلها لازم نفهمها عشان نعرف إزاي نتعامل معاها. هنتعامل معاها عن طريق المزار الرحمي. بعد ما بتزيل الحاجز الرحمي بتترك فرصه للحمل الطبيعي ولا بتعمل حمل مجاني؟ لا طبعا بنترك فرصه على الاقل من 6 شهور لسنه، واغلب الحالات على فكره بيتم الحمل بصوره طبيعيه. يعني الاورام اللي فيا ما ينفعش انا اتكلم ان واقول ان هي سبب الوحيد اللي موجود او السبب الرئيسي الا بشروط معينه. الشروط ديت بالنسبه لنا حجمه، مكانه، هل هو مأثر على الغرفه اللي الجنين اللي احنا كنا بنقول عليها في الاول خالص الجنين هيبات فيها، مخترق جدار الرحم ولا لا، كل الحاجات دي بالنسبه لنا كريتيريا لازم نمشي عليها. انجاب بصفه عامه دي حاجه مشتركه ما بين الزوجين، المراه جزء والرجل جزء، ده 50% ودي 50%، ما ينفعش ان انا ابص لواحد من غير التاني. حاولنا ان احنا زي ما بيقولوا من منظور في حدود الوقت نتكلم عن واحده، لو قعدنا نتكلم عنها تحتاج برنامج كامل، تحتاج اسابيع وشهور وربما اكتر من كده من الحوار، لماذا قد يحدث تاخر. الدكتور أسامة رجب الحداد، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري والمناظير.
أهلا بكم. كل أسرة بتتعرض إلى تأخر الحمل هي أسرة في حالة استنفار نفسي وذهني وطبي، وخصوصا لما الوقت يكون، وحتى مش في الوقت بس برضو الفاكتور ده مهم قوي، الوقت وعمر الزوجين يكون، عمر الزوجة بالتحديد يكون عمال حاجز بيعلى كل يوم، قطر بيقرب علينا كل يوم، كل مدى ما يكون عمر الزوجة عامل خطر، عامل من العوامل اللي حاطينها في المعادلة وبنفكر فيها، أكيد فاكتور مزعج جدا ومؤثر نفسيا كمان. تأخر الإنجاب قصة مهمة قوي. عدم أو المشاكل اللي ممكن تقف قدام الحمل مشاكل عديدة في الزوج وفي الزوجة، لكن المشكلة الكبرى في رأيي إن الناس تركن كل المشاكل العلمية وكل الأبحاث وكل الآراء الطبية ويدوروا في حاجات خزعبلية، وبالتالي هيمشوا في طرق خزعبلية. يعني أبص ألاقي حد رايح يشوف دجال عشان يفك العمل، يا خبر أبيض، هل في ناس بتفكر كده؟ تقول لك أصل في حتت في مصر بيلفوا حوالين إيديهم كده زي خيط، مش عارف بيسموه إيه، أو دبارة كده، زي حاجة غريبة جدا، اللي تتدحرج مش عارف فين، واللي تلف حوالين تمثال صنم في مكان فين، كلام لا عقلاني ولا دينيا مقبول ولا يعني إنسانيا مستساغ. كل دي عبارة عن أكيد تخلف وتراجع عقلي وفكري وثقافي، مش للقرن اللي فات ولا ده للي قبليه، ده أنا بحس في ناس لسه عايشة بفكرها في القرن 16 و15، يعني في عصور الظلام، في الوقت اللي الطب بقى في حتة تانية خالص. الكلام ده مش موجود بس في مصر، ده موجود في العالم كله، المتأخرين عقليا واللي بيصدقوا في الخرافات والمشعوذات والكلام ده موجودين في كل حتة في العالم، حتى في أمريكا، حتى في إنجلترا ما زال الناس بتؤمن بالسحر الأسود وبالسحر مش عارف الأحمر والأخضر والليالي السودة دي. فربنا يسترها على العقول دي، ولازم نطلعها من الظلام ده إلى نور العلم. النهاردة جزء من رسالة العلم المهمة اللي لازم توصل لكل الناس، ليه يتأخر حمل؟ ده سؤالي الأول لضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة واسم اللامع دكتور أسامة رجب الحداد، أخصائي النساء والتوليد والحقل المجاري والمناظير. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. سؤالي هو مش هيكون السؤال الأول، ده السؤال التاني، بس هقول لك السؤال الأولاني اللي هو إمتى أقول إنه هذا الكابلز، هذين الزوجين متأخرين في الحمل؟ لأنه ممكن يجي لك ناس بعد 3 شهور ولا 4 شهور من الجواز يقول لك الحقنا يا دكتور احنا عندنا تأخر حمل، ما حصلش حمل لغاية دلوقتي، والأسرة اللي ضغط عليهم. والله احنا لازم نبقى اول حاجه عارفين يعني ايه تاخر حمل اصلا. تاخر حمل ده يعني معناها زوجين بيحصل بينهم علاقه زوجيه لمده سنه كامله متواصله من غير اي عوائق، من غير اي موانع حمل، من غير اي مشاكل، بعدها لو لا سمح الله ما حصلش حمل خلال السنه دي نقول ان في تاخر حمل، لكن قبل كده ابدا ما ينفعش ان انا اتكلم في الموضوع ده خالص، الا اذا كان في مشاكل انا عارفها، يعني مشاكل خاصه انا عارفها بتخص الزوجين مع من التحاليل اللي بتتعمل قبل الزواج والكلام ده، ساعتها انا ببقى عندي فكره عن حاجه زي كده. غير كده ما ينفعش ان انا اتكلم ابدا واقول ان الزوجين دول في تاخير في الحمل قبل سنه كامله زواج فعلي، سواء كان تاخر حمل اولي او تاخر حمل ثانوي. تاخر حمل ثانوي يعني معناها ان كان في حمل قبل كده حصل، او حصل ولاده بالفعل قبل كده وبعد كده حصل تاخر. ايه الاسباب الاشهر للتاخر؟ والله احنا عشان نتكلم في الاسباب الموضوع كبير جدا، لازم نبقى فاهمين ان الموضوع متعلق بالزوجين مش الزوجه بس او الزوج بس، لازم نفهم كويس جدا الزوجه عامله ازاي، لازم نفهم كويس جدا عشان يحصل حمل يبقى عندي شروط، 4 شروط متوفرين. ال4 شروط دول هم وجود رحم كامل، غرفه كامله الجنين يسكن جواها، يكون في سكه سالكه ما بين الحاجات دي كلها، يكون في عندي بويضه هتتخصب، يكون في حيوان منوي جاهز ان هو يخصب البويضه دي وبالتالي يحدث الحمل. اي مشكله في ال4 شروط دول طبعا ايه هيتاخر بالنسبه لنا الحمل. في حاجه مشهوره جدا، الحاجز الرحمي، بقت حالات شهيره ولا احنا اللي بدانا نشخص بشكل اكبر؟ والله قبل كده هو الموضوع طبعا موجود منذ القدم يعني، بس احنا ما كانش عندنا الفاسيلتيز او عندنا الوسائل اللي احنا نعرف نشخص بيها الكلام ده. حاليا في عندنا وسائل كتير موجوده، عندنا سونار مهبلي ثلاثي الابعاد، عندنا اشعه بالصبغه، عندنا حاجات كتير نعرف نشخص بيها حاجه زي كده، وبالتالي مجرد ما بنشخصها لابد ان احنا نحلها.
حلها طبعا سهل جدا وبسيط جدا، وبالنسبه لنا يعني الحمد لله وصلنا يعني لليفلز فيه لمراحل متطوره جدا في الموضوع ده. ازاي بنتعامل مع الحاجز الرحمي؟ الحاجز الرحمي ده مبدئيا اول حاجه لازم نبقى عارفين حجمه قد ايه، جاي منين، رايح فين، الدوره الدمويه اللي ماشيه داخله عامله ازاي. الحاجات دي كلها لازم نفهمها عشان نعرف ازاي نتعامل معاها. هنتعامل معاها عن طريق المنظار الرحمي. طيب بالمنظار الرحمي هل احنا مجرد هنقصه بس، ولا هنقصه بكي او 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 كل الحاجات ديت بناء على حجمه، بناء على واصل منين رايح فين، بناء على التغذيه الدمويه اللي موجوده جوه. بعد ما بتزيل الحاجز الرحمي بتترك فرصه للحمل الطبيعي ولا بتعمل حمل مجاني؟ لا طبعا بنترك فرصه على الاقل من 6 شهور لسنه، واغلب الحالات على فكره بيتم الحمل بصوره طبيعيه يعني. في كل الحالات ولا سن المراه بيلعب دور؟ احنا اغلب الحالات دي دايما احنا لما بندور بندور في سن مبكر شويه يعني. اغلب احنا عندنا سن الزواج الطبيعي في مصر يعني بيتراوح من 20 ل 30 سنه يعني، قليل لما بنلاقي حد ايه متاخر عن كده شويه. بس مجرد اللي احنا بنلاقيه لازم ندي فرصه للزوجين طالما هم اقل من سن 35. بعد سن 35 التعامل معاهم بيبقى مختلف تماما في كل النواحي يعني. ثم يجي الجوكر اللي بيظهر كتير، اعتقد الاورام اللي فيا حاجه شهيره جدا، واحده من اسباب تاخر الانجاب الشهيره. الاورام اللي فيا ما ينفعش انا اتكلم ان واقول ان هي سبب الوحيد اللي موجود او السبب الرئيسي الا بشروط معينه. الشروط ديت بالنسبه لنا حجمه، مكانه، هل هو مأثر على الغرفة اللي الجنين اللي احنا كنا بنقول عليها في الأول خالص الجنين هيبات فيها، هل هو مأثر على الغرفة دي ولا لأ، مخترق جدار الرحم ولا لأ. كل الحاجات دي بالنسبة لنا كريتيريا لازم نمشي عليها وبناء عليها نتعامل معاه. والتعامل معاه طبعا بطريقة أكتر من طريق يعني، ممكن نتعامل معاه جراحيا، ممكن نتعامل معاه عن طريق المنظار سواء منظار بطني أو منظار رحمي على حسب مكانه وعلى حسب حجمه. إزاي بنشيل الورم اللي فيه؟ منظار بطني ومنظار رحمي بس؟ طبعا لا، وفي عندنا الجراحه العاديه اللي هي بالظبط الجراحه اللي هي البسيطه خلاص اللي احنا عارفينها من زمان من قديم الازل يعني. لكن طبعا احنا بالنسبه لنا السبل او التولز الجديده دي كلها احنا بنحب ان احنا نستخدمها دايما، لان في الغالب الناس دي بتكون واحده مثلا لسه صغيره في السن مش عارف ايه، فاحنا الحاجات دي كلها بتفرق معانا. حته الشكل، حته الراحه بعد المنظار، طبعا احنا عندنا فتره النقاهه بالنسبه للست بعد المنظار مختلف تماما عن الفتح الجراحي يعني. وفي نفس الوقت عندنا في الاورام اللي فيها اللي بتبقى داخل الرحم، داخل تجوف الرحم نفسها، دي ما ينفعش نتعامل معاها الا عن طريق المنظار الرحمي. ما ينفعش نشيلها الا بالمنظار الرحمي. وبالتالي احنا بناء على حجم وعلى مكان الورم اللي فيه بنتعامل. في ناس بترتبك او يعني بيبقى عندها كونفيوجن ما بين الورم اللي فيه واللحميه. طبعا دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. أوكي. اللحميه دي زايده بسيطه جدا بتبقى موجوده في بطانه الرحم، او تطور غير طبيعي في الخلايا البطانه، خلايا بطانه الرحم، وبالتالي بتظهر بشكل غريب. لكن الورم الليفي ده خلايا معينه يعني، ورم ليفي في الغالب بيبقى حميد طبعا، ولكن ده حاجه وده حاجه تانية خالص. اللحميات ديت كل مشكلتها في الحياه ان هي بتبقى تعوق حمل، ممكن تسبب نزيف زياده شويه، الحاجات دي كلها وتعمل معاها برضو اسهل من الاورام اللي فيها بكتير يعني. سؤال مهم قوي، لما واحده يتقال لها انت عندك بطانه رحم مهاجره، وخصوصا لو هي صغيره يعني يمكن ما اتجوزتش كمان، بيبقى عندها اعتقاد والاسره انها الست دي مش هتعمل حمل طبيعي على الاقل. لا طبعا الموضوع اتطور جدا في الايام الاخيره بتاعتنا دي، وبقينا بنعرف نتعامل معاه عن طريق المنظار بسهوله جدا الحمد لله بفضل ربنا، ولكن يكون اللي بيتعامل ده قادر على التعامل معاه. مش اي حد يعرف يتعامل مع بطانه رحم مهاجره طبعا، احنا بنشتغله بالمنظار الرحم بالمنظار البطني طبعا، ولازم يكون عندنا القدره الكامله ان احنا نبقى عارفين الاستراكشر كلها عامله ازاي ورايحين فين وجايين منين، لان الغلطه فيه بفور. بطانه الرحم المهاجره ليها درجات، كل درجه ليها يعني اعتقد طريقه في التعامل وطريقه في الازاله. طبعا طبعا عندنا سطر الاندومتريوزز اللي هي بتبقى بطانه رحم يعني مش عامله نوديولز، مش عامله بؤر، بتبقى حاجه بسيطه خلاص، دي بتروح عن طريق الكي عادي خالص. وعندنا بطانه رحم عن طريق اكياس الشوكولاته زي ما بيقولوا، دي بتبقى كيس في المبيض وبيأثر على المخزون المبيض وبيأثر على الحمل برضو. عندنا بطانه رحم اللي هي النوديولز اللي هو الديب انفلتريتنج اندوميتريوز، دي اللي هي المتوغله المتعمقه بالظبط كده، دي بتبقى متوغله في الاعضاء الجانبيه في الحوض، ممكن تبقى موجوده على المثانه، ممكن تبقى موجوده على القولون، ممكن تبقى موجوده في جدار الحوض نفسه، وساعات في بعض الاوقات اللي هي الادفانسد قوي بقى بتوصل لايه
لحد جدار البطن من فوق. برضو زي ما سألت حضرتك عن إزالة الحاجز الرحمي، هسألك عن التعامل مع بطانة الرحم المهاجرة. في إزالة الحاجز الرحمي انت قلت لي قد نترك الست الحمل الطبيعي، هل في بطانة الرحم المهاجرة بعد إزالتها تترك الست الحمل الطبيعي ولا نعملها حقن مجاني؟ لا طبعا، بنسيب فرصة في حالة واحدة بس. لو لقينا ان بطانة الرحم المهاجرة دي مش مؤثرة على الأنابيب، وده اللي هو الشرط الرابع اللي انا قلته لحضرتك في الأول خالص، لو الأنابيب كويسة ومفيش فيها أي مشكلة، لا طبعا بنترك للست طبعا الفرصة من 6 شهور لسنة على حسب كل حالة، طبعا على حسب الدرجة فيها وعلى حسب وضع الست نفسها وسنها طبعا في الأول في الآخر. سؤال بقى، بما أنك أنت ذكرت الأنابيب، قد تكون الأنابيب سبب من أسباب تأخر الإنجاب؟ طبعا طبعا، في عندنا الأنابيب في بعض الأوقات بتكون ما هياش سالكة خالص، ممكن يكون فيها قطعة مخاطية فقط، يعني كده ممكن تكون قفلها مثلا، ممكن تكون جزء حتى نقطة دموية موجودة، لأن بطانة الرحم دي حاجة دقيقة، الأنبوبة دي حاجة دقيقة جدا يعني، ممكن نقطة دم بس تكون موجودة مثلا من دورة سابقة أو أي حاجة تكون سدها مثلا، أو في بعض الأوقات بيبقى في حاجة اسمها ارتشاح للأنابيب. ارتشاح الأنابيب دي اللي هي بتبقى بناء عن التهابات مزمنة وبتيجي للست كذا مرة مثلا وبتاع ومش عارف إيه كده، فبيحصل الارتشاح دوت، الأنابيب بتنتفخ فيها وبالتالي بتنغلق. في الحاله ديت احنا لازم في ساعات بعض الاوقات بنضطر ان احنا نشيل الانبوبه كامله. سؤالي المهم بقى، المبيض دوره ايه في تاخر الانجاب؟ المبيض ده بالنسبه لنا عند المراه هو نفس بالظبط عند الزوج الحيوان المنوي. المبيض ده اللي بيطلع لنا البويضه اللي هي تخصب. احنا عندنا الجنين بيتكون من جزئين، الجزء الاولاني البويضه والجزء الثاني الحيوان المنوي، ده نص وده نص، الاثنين بيجتمعوا يكونوا جنين. طيب البويضه دي بتطلع منين؟ المبيض، المخزن، ده المخزن اللي بيبقى فيه البويضات اللي هي بتاعه المراه اللي بتتولد بيها، فيها بويضات، نوصل لسن النضوج تبدا تطلع طبعا بالتاثير الهرموني اللي موجود في المراه. اللي عايز اتكلم عن الزوج، بما انك تذكرت الزوج جبت سيرته بقى، بيشكل قد ايه من اسباب تاخر الانجاب؟ انا ممكن اقول النص بنص، 50% مثلا. الزوج ده هو سبب رئيسي، احنا عندنا قلنا 4 شروط. اصل انت عارف انا بقى سالتك السؤال ده بشكل ده ليه؟ لانه كتير من الاسر لما يحصل تاخر انجاب الاتهامات توجه للمراه، انت السبب، ما بتخلفش الست، ما بتخلفش، والراجل بيتصرف كانه يعني طالما هو بيؤدي اداء زوجي او جنسي جيد هو بيربط القدره الجنسيه بالقدره الانجابيه رغم ان ما فيش علاقه بينهم خالص. وبنشوف حالات كتير جدا جدا بتاخد فترات طويله وبتاخد منشطات وغيره 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 ستات. وفي الاخر طبعا وبنبص في الاخر مجرد ما بنعمل تحليل سائل منوي عادي خالص، كمبيوتر عادي خالص، نبص نلاقي الزوج هو اللي عنده المشكله، وست صرفت وتعبت، وست صرفت وتعبت مجهود مادي ومجهود ذهني ومجهود معنوي، وكل الحاجه بتبقى معموله دايما، وكل اصابع الاتهام دايما بتبقى رايحه ناحيه الست. واحنا بتحليل بسيط جدا 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 بنعمله في اي معمل ممكن نعرف ان المشكله هنا، وفي بعض الاوقات كتيره جدا كمان بمجرد علاجات بسيطه جدا الدنيا بتمشي وبيحصل حمل طبيعي جدا من غير اي تدخل. ايه اكتر ما تراه في عقليه الزوجين المصريين او العرب اللي عايزه يطلع خلاص من دماغهم ويتصرفوا بطريقه مختلفه؟ ثقافه مغلوطه لازم تتغير، او فكر مغلوط، مش هنقول ثقافه يعني. والله هو الحمل ده او الانجاب بصفه عامه دي حاجه مشتركه ما بين الزوجين. المرأة جزء ورجل جزء، ده 50% ودي 50%، ما ينفعش ان انا ابص الواحد من غير التاني. لما اجي ابدأ في اي يعني investigations، يعني مش لما اجي ابدأ في اي فحوصات، زي ما هبدأ للمرأة لازم ابدأ للزوج، ما ينفعش استثني حد من العملية دي، لان هي في الاول وفي الاخر عملية ما بين الاتنين، ما ينفعش استثني واحد من التاني. ما ينفعش ان احنا نضغط لا على ده ولا على ده. ليس هناك اي مدعاه للضغط على الست او الرجل في تاخر الانجاب. لا طبعا، حتى لو عندهم حاله مرضيه مش ده شيء لا يعير به الا الست ولا الراجل، ده تخلف عقلي ان حد يفكر. لا طبعا، دي حاجه في الاول في الاخر حاجه خاضعه لاراده الله يعني. بالظبط، دي حاله مرضيه قد تكون. بنشوف حالات كتير ما فيش عند الزوج او عند الزوجه اي مشاكل خالص وبيبقى في تاخر في الانجاب. هو ده سؤالي الاخير، تاخر الانجاب غير مفسر السبب. عندنا حاجه اسمها انكسبليند انفيرتيلتي. دي حاجه شهيره جدا ومعلومه جدا بالنسبه اللي انا قلتها، تاخر الانجاب. بالظبط بالظبط، مفيش أي سبب، يعني كل الفحوصات بتتعمل سواء للزوج أو للزوجة، سواء مناظير استكشافية أو تحاليل للزوج هرمونية. وكل حاجة وهرمونية وكل حاجة، مفيش أي مشاكل. في الحالة دي بنلجأ لحتة الحقن المجهري.
الحقن المجهري في المكان ده بيحل مشاكل كتير جدا تكاد تكون تصل ل 70 و80% كمان ان شاء الله. هل التحاليل الهرمونيه في مراكز تاخر الانجاب شايف انها بتاخد حقها، ولا انا ساعات بلاحظ انها قد تهمل او في جوانب منها قد تهمل؟ لا طبعا، اي طبيب بيشتغل في الجانب ده او مهتم بالجانب ده ودرس فيه كتير، مفيش حد ابدا من اول زياره حتى الا لما بيطلبها طبعا. التحاليل الهرمونيه ده شيء اساسي طبعا. انا اقصد بالتحاليل كمان الهرمونيه تحاليل خارج نطاق الاف اس اتش والال اتش والاي ام اتش والبرولاكتين. لا ده انا عايز الدرقيه لازم تتحلل. مش تي اس اتش طبعا لازم تتحلل. يعني ما ينفعش الاقي ست عندها تاخر انجاب ومش عارفه حاجه عن الغده الدرقيه. لا طبعا، كسل في الغده الدرقيه او نشاط في الغده الدرقيه ياثر طبعا علينا. طبعا ده شيء اساسي جدا، المايسترو بتاع الجسم كله. نورت وابدعت، ربنا يخليك. واحده من الحلقه التي تحتاج الى حلقات، احنا حاولنا ان احنا زي ما يقولوا من منظور ضيق، منظور في حدود الوقت، نتكلم عن واحده لو قعدنا نتكلم عنها تحتاج برنامج كامل، تحتاج اسابيع وشهور وربما اكتر من كده من الحوار. لماذا قد يحدث تاخر انجاب؟ في كل واحده من دول في قصص ومواويل، لكن لازم تفهموا ان الدكتور هو بيبص على كابلز جايين لتاخر الانجاب بيبقى زي ما بيقولوا كده بيبص بألف عين على المبايض، على الانابيب، على الرحم، على قناه فالوب، على عنق الرحم، على مشاكل هرمونيه، على مشاكل في البطانه الرحم المهاجره، كل شيء في الراجل بقى كمان كله لازم يدرس بشكل دقيق جدا عشان نقدر زي ما بيقولوا نتعامل مع كل المشكلات دي في توقيت مناسب عشان نضمن انهم بإرادة ربنا. بعد كل ده إرادة ربنا هي اللي بتتحكم، يكونوا في يوم من الأيام أب وأم. ضيفي العزيزة القيمة العلمية المتميزة دكتور أسامة رجب الحداد، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجاري والمناظير، نورت الناس الحلوة. الله يخليك. الله يخليك. خليكوا دايما معنا مع الناس الحلوة. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. صعب جدا يكون في لسه ناس بتخاف من زيارة طبيب الأسنان وتفضل تأجل فيها لآخر وقت. الحقيقة إن كل المخاوف والهواجس المرتبطة بزيارة طبيب الأسنان أصبحت من الماضي البعيد مع تطور التقنيات الحديثة سواء في المعالجة أو التركيب، وأيضاً تقنيات تجميل الأسنان اللي بقت تدي نتيجة تجميل فورية بدون أي إجراءات معقدة أو آلام، زي تجميل الأسنان بالليزر اللي بيتم بدون أي نزيف باللثة أو التهابات في الفم. علشان كده مهم جداً لكل مريض أسنان إنه يطمن إن طبيبه أو مركز الأسنان اللي بيختاره بيستخدم أحدث التقنيات وأعلى درجات الأمان والتعقيم ليحصل على أفضل نتيجة بدون أي آلام أو تعقيدات غير مرغوب فيها. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوة مع واحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان. 100% من البشر عندهم مشاكل في أسنانهم، دي كلام، ده كلام من منظمة الصحة العالمية. 100% من أطفال المدارس عندهم، من البالغين في جميع أنحاء العالم عندهم مشاكل في أسنانهم، عندهم حفر في أسنانهم، مادة الفلورايد بتاعتهم مش بيرفكت، ده كل البشر كده. 30% من البالغين من الفئة العمرية من 65 ل 74 لا يمتلكون أسنان طبيعية. 20% من ذوي الأعمار المتوسطة عندهم مشاكل وتدهور شديد في اللثة، وده بينبئ بأنهم هيفقدوا أسنانهم. 40% من الأطفال عندهم مشاكل وردود في أسنانهم بسبب الملاعب واللعب والرياضات وواخله. كل الناس مروا بتجربة مع عصب من أعصاب السن الأسنان. وعلى فكرة التجربة دي كانت زمان تجربة مزعجة جدا، لكن دلوقتي في الطب الحديث الموضوع اختلف، لكن ما زال نايتمير، كابوس لأي حد تقول له إيه اللي يخوفك يقول لك ألم السنان اللي هو يعني مشاكل العصب. طب تعالوا نفهم النهاردة في 2022 و23 و24 إيه اللي حصل في عالم التقدم التكنولوجي المذهل لطب الأسنان في عالم علاج العصب، خلى علاج العصب بدل ما هو نايت مير بقى نزهة لطيفة
تعالوا نفهم الكلام ده مع بعض مع ضيفي العزيز واحد من ميجا ستار في عالم طب الأسنان اللي أنا بسعد جدا وبنتظر الزيارة الجميلة دي بتاعته بفارغ صبر، لأن أنا عارف أن أنا هتكلم مع مطور مهم جدا لعالم التكنولوجيا ومطور مهم جدا لعالم صناعة الأسنان المتكاملة، وكل جزء على حدة في عالم صناعة الأسنان أكيد له الرعاية الخاصة في وايتي، وأكيد أنتوا عرفتوا ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة دكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين والمؤسس لوايتي. اهلا بيك يا دكتور. صديقي العزيز حبيب انا وحشني وحشني والله ربنا ايه وحشني. انت دايما لا انت كنت بتبدا بالكلام بجمله تانية غير صديقي العزيز. انا لا ما انا قلت بقى انا غير شويه 2022 فيها تغيير طبعا. ليه النهارده يعني حبيت ان انت تكلمنا عن العصب عن علاج العصب؟ علاج العصب انا استغربت على فكره انت اخترت الموضوع. هي عشان اول حاجه لازم نوصل للناس معلومه ان احنا في الاساس احنا اطباء، يعني دورنا طبي قبل التجميل. الناس طبعا علشان خاطر احنا مشهورين جدا في التجميل فمتخيلين ان المراكز عندنا هي متخصصه في التجميل، ودي معلومه غلط اصلا. احنا عندنا كل تخصصات طب الاسنان من اول ما الطفل بيتولد لغايه اكبر جراحات بتتم في الوجه وجراحات الاورام ومشاكل مفصل الفك والزراعه، فاحنا عندنا كل التخصصات. فدايما الناس رابطه بيننا وبين التجميل، واحنا اساسا زي ما قلنا لا، احنا عندنا كل التخصصات موجوده وكلها فيها ناس استشاريين على اعلى مستوى اللي بيقوموا بالتخصص المطلوب. فمن خبرتي السنين اللي فاتت دي، ايه اكتر حاجه لما بيخش لي في اليوم عدد من الحالات اكتر حاجه هكتشفها ايه عند الحالات؟ حاجتين، لا اما عنده التهاب شديد في اللسان، لا اما عنده عصب، ما عنده فجوه او تسوس وصل للعصب. دول اكتر حالات موجوده في العياده. يعني لو بيخش لك افريج 50 60 حاله هتلاقي منهم 40 مقسومين في الاثنين دول. الباقي بقى اللي جاي يعمل تجميل، اللي جاي يعمل زراعه. لكن معظم الناس عندها مشاكل تخص اللسه وتخص اعصاب السنان. فانا عشان كده قررت النهارده لازم اتكلم عن فكره علاج العصب، لانه بما ان هو من اكتر المشاكل انتشارا، طيب لو تم علاجها بشكل سليم يبقى الحالات هتعيش حياتها بعد كده بشكل سليم. للاسف 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 اكتر المشاكل اللي بتجنى هي اعاده لعلاج عصب قديم معمول مش بشكل مظبوط. ليه؟ لان ما عملوش متخصص في علاج العصب. علاج العصب من الحاجات اللي اتطورت جدا 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 جدا، نسب نجاحه عاليه جدا 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 نتيجه التكنولوجيا اللي بقت متوفره والعلم والخبره اللي بقت عند دكاتره علاج العصب. فلقينا ان كميه علاج العصب اللي بتاعت كتيره قوي، فقلنا لا النهارده احنا عايزين نتكلم مع الناس نعرفهم علاج العصب ايه ويتعمل صح ازاي، وده اجراء لو عملته صح هتعيش حياتك بقيه حياتك كلها، الدرس حافظت عليه او السنه حافظت عليها للابد، ومش هتعيش باي مشاكل بعد كده. ايه هو حشو العصب وايه الاسباب اللي تخليني اعمل حشو عصب؟ حلو قوي. الاول لازم نتكلم ان السنه بتتكون من طبقات، الطبقه الخارجيه طبقه المينا، ودي طبقه رفيعه بس صلبه جدا مقاومه جدا للتسوس وللتلوث، تمام؟ بس هي زي ما قلنا رفيعه جدا. بيليها طبقه ثانيه اسمها طبقه الدنتين او العاج، الطبقة دي ضعيفة هشة، هي كبيرة بس ضعيفة وهشة. جوه طبقة الدنتين بيخش العصب، اللي هو العصب عبارة عن ايه؟ عبارة عن العصب الحسي اللي بيوصل لي الإحساس بالسائع وبالسخن، اللي هو بالظبط ربنا عامله كجرس. بدأ يبقى فيه مشكلة، تبدأ تحس إن السائع والسخن الحاجات السويتي بدأ تضايقني، أعرف كده إن أنا عندي مشكلة. بالإضافة للأوعية الدموية المغذية للأسنان. طيب إمتى بنحتاج نعمل علاج عصب؟ بنحتاج نعمل علاج عصب في حاله من الاثنين، لا اما ان بدا يبقى في تسوس في السنه، فالتسوس ده فضل ينخر في سطح السنه وياكل فيها ياكل فيها، وبالمناسبه هو بياخد وقت طويل جدا علشان خاطر يعدي الطبقه الرفيعه اللي هي المينا، اللي هي طبقه المينا اللي هي الطبقه الرفيعه القويه جدا، بياخد وقت طويل قوي عشان يعديها. لكن وانس ان هو عداها بينزل في الطبقه الهشه دي، الطبقه الهشه دي بيبدا ياكل فيها بسرعه جدا فيوصل للعصب بسرعه جدا. طيب اول ما التسوس يوصل للعصب ابدا بقى احس بالمشاكل اللي ممكن تنزلني من بيتي الفجر، الم رهيب غير عادي ولا يتوقف لانه زي الكسر. ما هو الالم الرهيب بتاع الكسر ايه؟ ان العظمه لما بتتحرك بتضغط على العصب اللي ماسك، هو العظم نفسه ما فيش عصب، لكن العصب اللي فوق اللي هو فوق العظم ده اول ما تبدا
العظمة تتحرك تبدأ تضغط عليه توجعني. هنا العصب اتكشف فيبقى عندي نفس الألم اللي هو زي كأني عندي كسر. فالألم الرهيب ده هو ده اللي بيخلينا نتحرك. عشان كده أكتر ناس بتتحرك بتروح العيادة مين؟ مش الناس اللي عندها أي مشاكل، الناس اللي رايحة بعلاج عصب. اه طبعا يعني علاج العصب ده يقعد ويجي جاري ويعمل ما بيستحملش. ده اللي بقول لك ده يعني لو عرف يعدي ليلته هو تاني يوم الصبح عند الدكتور. وفي لحظات معينه المسكنات بتقف ما بتعملش خلاص حاجة. اه لا لو حاجه اسمها اكيوت او سيفير بالبايتس او آه. التهاب حاد للعصب ده ما فيش حاجه. لو خد حقنه ايه ما هي لازم يتوجه فورا للدكتور علشان يعمل ريليف للمشكله دي. الحشوات ليها انواع؟ في طبعا الحشوات العصب القديمه كنا بنستخدم فيها تكنيك اسمه لاترال كوندنسيشن اللي هو زمان. فاكر لما كان الدكتور يقعد شهر شغال في علاج العصب وعمال لاخر جلسه يجيب عيدان ويحطها جنب بعض ويقعد يحشرها. دي طريقه قديمه اولد خلاص. احنا دلوقتي نقلنا لمرحله جديده خالص هي مرحله حشو العصب ثلاثي الابعاد اللي بتبدا بتحشي العصب ده قناه ممكن يبقى فيها تفريعات ممكن يبقى فيها التواءات. فبتبدا التقنيات الحديثه انك تحشي العصب بالحقن انك بتحقن العصب دوت فبيتحقن فبيبقى مغلق ثلاثي الابعاد. وهنا في نقطه مهمه قوي. هو حشو العصب هو تمويت العصب هو حشو الجذور هو علاج الجذور ايه هو؟ هو باختصار هو ازاله الانسجه الحيه او الميته بالقنوات العصبيه بالكامل. يبقى معنى كده ان لازم اكون ايه؟ عارف عدد القنوات العصبية بتاعتي تمام؟ تاني حاجة إن أكون قادر إن أخش جوه القناة العصبية بالكامل. طيب لو عندي قناة عصبية ملفوفة وهنشوف في صور قنوات عصبية ملفوفة جدا. كان زمان الفايلز اللي بنستخدمها عشان ننظف بيها القنوات العصبية كانت ناشفة فممكن مثال جدا تتكسر. دلوقتي في حاجة اسمها الفايلز فائقة المرونة كأنها منظار كأنها بالظبط منظار. الفكرة هنا إيه؟ زي ما قلنا رقم واحد عشان أعمل علاج عصب ناجح شروط كده. واحد إيه؟ الإزالة الكاملة للأنسجة الحية أو الميتة جوه القناة العصبية بالكامل. يبقى أنا كده شلتها كامل. بعد كده أطهرها كويس. بعد ما أطهرها كويس جدا أحكم غلقها. لو أي واحدة من التلاتة دي اتعملت غلط يبقى علاج العصب فشل. ما عرفتش عدد القنوات. عملت درس فيه أربعة عملت تلاتة. ما أنا عندي نسيج حي في الرابعة. هيعمل لي فشل ليه؟ ما نظفتش الجدر للاخر علشان كان لفف مني قوي فسبت بواقي نسيج جوه القناه هيحصل له فيلير وهيبوظ. هنا زي ما انت شايف الحشو العصب جه في الاخر ولف ازاي؟ دي اسمها لاترال كانال. اللفه دي قناه جانبيه دي كان مستحيل ان انا اقدر اقفلها باللاترال كوندنسيشن. انت بتحط عود جنب عود جنب عود هيخش جوه دي ازاي؟ كان هو ماشي ستريت كده وانت حطيت جنبه واحد تاني ستريت كده واحد ستريت كده تفضل تحشر فيهم في الاخر عمرها ما هتخش في اللاترال دي. الحل الوحيد ان انا اخش جوه اللاترال كانال دي هو ان انا استخدم طريقه الحقن. لان طريقه الحقن انت بتدخل الجتا بيركا دي سائله تحت ضغط تقوم داخله طق فتملى كل الايه الفراغات الجانبيه. الحاله دي صعبه جدا. الحاله دي فيها ايه؟ الحاله دي نتيجه خبط حصل حاجه اسمها كالسيفيكيشن. انت مش شايف ان في قناه اصلا. القناه بادئه من عند تلت الجدر من تحت مفيش قناه عصبيه. القناه بادئه فين؟ بادئه تحت خالص. علشان خاطر تقدر توصل للقناه دي انت محتاج اجهزه حديثه جدا. علشان انت عايز توصل للقناه دي في المجرى الصحيح بتاعها من غير ما تعمل خرم في الجدر من غير ما تخش يمين او تخش شمال تستخدم التراسونيك موجات فوق صوتيه عشان تشيل الكالسيفيكيشن تيشو او التكلس اللي جوه القناه ده علشان تقدر تنظفه عشان نشوف بعد كده ان احنا قدرنا نفتح القناه بالكامل ونظفناها صح. يعني هنجيب الصوره اللي بعدها. بص هنا وصلنا خلاص فتحنا القناه بالكامل وقدرنا نوصل لاخر القناه مع ان القناه دي تلتينها مقفول من فوق. الكيس دي هل تتخيل ان في دكتور ممارس عام يقدر يحلها؟ لا. لو اصلا ده الدكتور اللي استخدمها وهو اصلا دكتور متخصص تعب فيها تعب عشان يوصل لكده. لانه استخدم اجهزه كتير قوي عشان يقدر يوصل ان يفتح القنوات ديت ويقدر يحشي القنوات بالشكل ده فاقدر اعمل علاج عصب سليم. انا مش عايز اعمل علاج عصب واجي بعد سنه الاقيه باظ. لان لو باظ هضطر اعمل له اعاده علاج عصب. خلينا نتفق بقى ان علاج العصب السليم دلوقتي
بالاجهزه الحديثه باستخدام الميكروسكوب الجراحي باستخدام الحقن باستخدام الايبكس لوكيتور باستخدام الفايلز الايبكس لوكيتور اللي هو بيحدد الايبكس بتاعنا الاخر اللي هو اخر حته في الجدر فين بالظبط. لا ما انا بقيتش علش... طبعا دكتور سنان بقى لنا 15 سنه مع بعض بنعمل حلقات اه حفظت فخلاص. لا وكمان الحاجه الثانيه المهمه جدا جاتا بيرك الماده السائله هي بقى ان الجاتا بيرك نقلناها منها جاتا بيرك بتتحط عيدان جنب بعض لانها بتتحقن تحت ضغط تحت ضغط زي الاسمنت كده اللي بيتحرق اللي هو الطحن اللي هو الضغط اللي هو بتعمله بالحقن اللي بالحقن ده زي ما بقول لك دي ميزته ان هو بيخش يفتح لي القنوات الجانبيه فبالتالي اضمن ان السنه بالكامل اتنضفت وبانها اتقفلت لان انا لو سبت بواقي البواقي دي هيحصل لها تعفن بعد كده وهتعمل لي مشكله. هي دي فكره ان انا استخدم الحقن دي اهم حاجه فيه. والميكروسكوب دوره مهم جدا. بص بقى في حاجه في طب الاسنان اللي يعني بالعربي كده كل ما شفت اكتر كل ما اشتغلت صح. شايف طيب دور الميكروسكوب ايه؟ تكبير يخلي القناه اللي احنا اصلا كنا بنشغل بيها طول عمرنا مش شايفينها وبنشغل بيها اسمها تكتيل سنسيشن انت بتحس بصبعينك دول انت ماشي وفي ريزيستنس ولا ما فيش لا انت شايفه قناه كبيره جدا باصص جواها شايف كل تفاصيلها عارف لو في دبرز لو في بواقي من السن من الانسجه جوه القناه انت شايفها فبالتالي انت لما بتنظف كويس قوي بتبقى شايف ان انا عندي وول هيلثي وول نظيفه كل ما انت شايف احسن انا نظفت احسن انا مطمن هي الفكره كلها فكره ازاي انظف اقصى حاجه ازاي اطهر كويس جدا ازاي اوصل لكل الحتت الخفيه بالظبط كده مفيش حاجه مستخبيه عليا ساعتها اقدر اعمل علاج عصب سليم 100% علاج العصب زي ما قلنا هو من اكتر الحاجات اللي بتتعمل في عيادات طب الاسنان ومن اكتر الحاجات اللي احنا عيدناها خلال العشر سنين اللي فاتت دي هي علاجات العصب ليه لان حالات كتير قوي جايه فيها اربع قنوات معمول منها ثلاثه حالات كتير قوي شورت ده في كميه مشاكل مع بعض كده نعد اول حاجه فايل مكسور يعني الدكتور هو بيشتغل والله كنت هشخص لك فايل مكسور تمام تاني حاجه الجدر هو اصلا مش منظف لاخره يعني انت لو بصيت اخر الجدر اهو فين انت اصلا فين تنظيفه انت ما نظفتش يعني عندي مشكلتين انك ما شلتش كل الانسجه اللي جوه القناه وما حشيتش كل القناه وكسرت كمان جوه القناه اداه وسبتها كده ورحت مركب مسمار دي بقى ما دي الكسر ده كارثه لانه هو يعني الحته دي بقت بقره يقدر دي بقره صديديه تعالى بقى نشوف بعد الحاله اللي بعد الصوره اللي بعدها ادي الفايل طلعناه انت عارف يعني ايه فايل يطلع انت عارف الفايل ده صعب جدا ده معجزه شايف ده ليه اجهزه معينه بتخش عشان تجيبه ما انت الفايل ده محصور جوه لازم تدخل شوف انت جوه قناه بسمك تقريبا الابره تخيل بقى ان انت بتدخل جهاز ماشي جوه القناه اللي جوه الابره دي علشان يمسك في الفايل ده ويطلعه شايف الفايل ده احنا مكبرين قد ايه عشان يبان الفايل ده ما بيبانش يعني ده حاجه رفيعه جدا لحظه طلوع الفايل ده لحظه مثلا نزول الانسان على القمر بالنسبه لنا كدكاتره اسنان انت عملت حاجه يعني انت بتحيي درس او سنه محكوم عليها بالفشل ومنعت مشاكل كبيره وعديده هتحصل بسبب هذا يعني هيحول حياه ما هو في خراج اصلا انت لو بصيت في الصوره في خراج تحت السن دي بقى تعالى شاف الدرس اصلا ماشي كده الجدر وبعد كده هو قرر يروح الناحيه دي طيب لو انت معكش الادوات السليمه اللي تستخدمها في جدر زي ده هتقفله ازاي يعني هات الصوره بعد بص بقى ال- 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 القناه دخلت لفت رجعت تاني لفت رجعت تاني فانت مطالب بحاجتين انك تقدر تنظف القناه دي بالكامل ودي اهم حاجه تاني حاجه تقفلها برضو بالكامل شايف التشعبات اللي طالعه من القناه العصبيه دي من الحقن كل التشعبات دي لو انا ما استخدمتش طريقه الحقن فضل فيها انسجه الانسجه دي تعمل خراريج جانبيه يعني الحالات اللي زي كده ممكن دكتور يبقى محترم جدا واشتغل واجتهد ونظف القناه كويس قوي وقفلها لغايه الاخر وفجاه يلاقي خراج جنب الجدر يا جماعه انا مقفل السنه كويس الخراج ده جه منين من القناه الجانبيه دي القناة الجانبية دي بعد الدراسات دي هي أكتر حاجة بتعمل فيلير أو بتعمل فشل لعلاج العصب فلما تحقن وتشتغل بطريقة الحقن فأنت قفلت
وضمنت ان انت قفلت كل القنوات الجانبيه دي. ده فايل مكسور تاني اهو، يا دي الفايلات اهو، واحد تاني اتكسر. هو مش عيب ان الفايل اتكسر، العيب ان انا اسيبه، ان انا اسيبه وما اعرفش اكمله. بص هنا القناه بقى بعد ما نظفنا ودخلنا وطالعه وداخله بجدر واحد، داخله بقناه واحده، بقى كده قسمت قناتين. شايف الفاريشن؟ يعني انت هنا ماشي شخص كل بص شخص. بقى الدرس ده، بقى الدرس ده خراج اهو كبير تحت ما شاء الله، معمول فيه قناه واحده اللي معموله. تعال نشوف اصلا الدرس ده فيه كم قناه بقى بعد ما الحلقه، يعني الصوره اللي جايه. أربعة، واحد اثنين أربعة ثلاثة أربعة أربعة معمول منهم واحدة. عشان كده علاج العصب. وبص الخراج ريليتد ليه، هات الصورة اللي بعدها. بص بقى بعد ما تقفل بص شكله عامل ازاي، وال 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 والتقفيلة واصلة لآخر الجدر، والباف سيل عارفين الحشو بيبان ابيض قوي. والباف سيل كمان، في سيل قفل نزل قفل تحت القناه نفسها، الحته الاخيره، الحته الاخرانيه اللي هي عامله زي الفوم، زي رجل زي ما يكون رجل شبح كده، عامله زي الفوم كده. دي بتنزل تقفل بقى، تعمل سيل اسمها باف سيل، علشان تقفل وتعزل منطقه سيل الفراج. يعني تقفل يعني غلق كامل الغلق. فده عشان يتعمل. انت متخيل ما هي السنه اللي جايه دي جايه من عند مين؟ كان عاملها فين؟ عاملها عند حد اجتهد بس مش متخصص. يعني انا اول ما بشوف ده، ما هو لو متخصص يبقى عنده الامكانيات. مفيش حد هيتخصص بدون امكانيات. انت خلاص راجل تخصصت في علاج العصب، فانت بقيت عارف ان انا لو ما عملتش طريقه الحقن هيبوظ مني، لو ما استخدمتش الميكروسكوب هيبوظ مني، لو ما استعملتش الفايلز فائقه المرونه اللي هتساعدني ان انا اظبط كل القنوات بتاعتي هيبوظ مني. يبقى بالتالي لو انا متخصص هعمل ايه؟ هروح اجيب الادوات دي عشان اشتغل بيها. فما تقنعنيش ان انا متخصص وعارف ان من غير الادوات دي هبوظ مني الكيس، ابقى تخصصت ازاي؟ يبقى لازمته التخصص ايه؟ سؤالي انا عايز اسالك سؤال، يعني الحشوات ليها مضاعفات؟ حشوات العصب ليها مضاعفات واحده لو اتعملت غلط. اوكي، يعني اتعملت مش مظبوط، ما هو كل اللي احنا شفناه ده مضاعفات. يعني كل الكيسز اللي شفنا تحتيها خراريج ومكسور فيها فايل وفيها خراج جانبي نتيجه اللاترال كانالز او القنوات الجانبيه، هي دي مش هو الخراج ده مش سايد افكت، مش ده ناتج من علاج مش مظبوط. فالحشوه لو مش معموله صح هينشا عنها خراج، ممكن اخسر السنه خالص. وخد بالك الاسنان اللي بنخسرها نتيجه خراج ما بنقدرش نزرعها على طول، يعني ما بقدرش اخلعها وازرع. لا، ده انا في الحاله دي لازم نخلع وننضف العظم ونزرع عظم ونستنى من العظم ده يمسك في العظم بتاعنا وبقى كده نزرع. فدخلت في ده لما حتى لو انا عايز ازرع، يعني انا مش بس كفايه ان انا هخلع وخسرت السنه، لا ده انا عيني هخلع وهنضف العظم واعمل له كحت واحط عظم واستنى عشان اعيد بناء اللي بوظه الخراج اللي كان عايش تحت الدرس. فعشان كده نصيحه، علاج العصب اعمله مع دكتور علاج عصب، انا مش طالب منك اكتر من كده. اللي انا عايز اقوله بقى ان احنا مش بنروج لعلاج العصب عندنا، لا احنا بنروج التخصص. احنا بنروج لعلاج العصب عند المتخصصين. يعني حضرتك بمنتهى البساطه عايز تعمل علاج عصب، شوف دكتور متخصص او مركز يبقى عنده دكاتره متخصصين في علاج العصب. فانت دور بس، لكن ما تروحش تعمل علاج العصب بالذات، لان بقول لك اكتر حاجه عدناها اخر 10 سنين هي علاجات العصب الخاطئه. انت شايف اصلا في الصور تقريبا ما فيش صوره انا جبتها لك كانت علاج عصب سالك، يعني كله بعيد. ده انا هقول لك حاجه، يتربع علاج العصب الخاطئ بمشاكله على عرش الثقه الغير جيده بين بعض الناس وبين طب الاسنان. بالظبط، هو بتبقى عنده الباد اكسبيرينس او التجربه السيئه اللي عنده، هي انه راح عمل علاج عصب وفضل موجوع او باظ او اتخلع، يعني حصل له مشكله نتيجه انه عمل علاج عصب غلط. امتى تقرر ان احنا نعمل لها كراون؟ امتى نعمل تجميل بقى؟ ده ما فيهوش قرار، لا احنا امتى نعمل كراون؟ اي سنه اتعمل لها علاج عصب لازم يتعمل لها كراون. أيوة. عشان برضو الناس ايه بيقوم عمل علاج العصب فخف، يقول لك انا كده خفيت وزي الفل خلاص بقى. طيب الضرس بيفقد حاجتين، او السنه بتفقد السنه او الضرس اللي بيتعمل لهم علاج عصب بيفقدوا حاجتين مهمين جدا. عشان كده احنا برضو ما بنعملش علاج عصب عمال على بطال، احنا بنعمله لما يبقى السنه خلاص محتاجه علاج عصب. بتفقد واحد السوائل اللي جوه النسيج بتاعها، فبتنشف فبتبقى عامله زي الازاز، فبتبقى بريتل قابله للكسر. ادي واحد ما بيبقاش فيها ريزيلينس، ما بتبقاش ريزيلينس دي اللي هي ما بيبقاش فيها امتصاص للصدمات والمرونه.
تمام كده؟ فبتفتقد لده تمام. تيجي حاجة تانية بقى، هم اكتشفوا في بعض الأبحاث الحديثة بتقول إن تحت الأسنان في ريسبتورز. الريسبتورز دي زي عارف الفرامل بتاعة المصعد لو الوقع يوم ماسك، مستقبلات. لما أنت بتاكل حاجة ناشفة مرة واحدة إيه اللي بيحصل؟ بتعمل إيه؟ تفتح بقك مرة واحدة، صح كده؟ يعني لو بذر الجوافة جت أو حاجة ناشفة بتاكل طبعا تفتح مرة واحدة. الريسبتور أنت ما عملتش حاجة، هو ريسبتور أرى إن في فورس أو في قوة قوية جدا نازلة على السنة هتكسرها، الحق افتح. الريسبتورز دي لما بنعمل عجل عصب ما بتبقاش موجودة، فممكن وأنت بتاكل حاجة ناشفة قوي ما تقفش فتكسرها. يبقى أنا هنا مطالب إن أنا أحط كراون ليه؟ عملت علاج عصب ماكسيمم أسبوع 10 أيام أسبوعين أكون مركب طربوش على السنة عشان أحميها. فهنا الطربوش مش إمتى أعمله إمتى ما أعملوش، لا أنا هعمله. يعني امتى هضطر اعمل طربوش؟ لا، اي درس اتعمل له علاج عصب انا بعمل فيه طربوش. حشو العصب هذه هي المناطق البارده في التعامل ما بين الجمهور وما بين طب الاسنان. هذه هي المنطقه الاولى ربما الذي يذهب فيها مراهق الى دكتور سنان اول مره بقى، صح؟ اول تعامل، اول تعامل. مساء الخير، انا بخبط اهو، داخل عندي 16 17 سنه 15 سنه جاي اعمل علاج عصب. لاما التجربه تبقى جيده ويحب المريض، لاما التجربه تبقى سيئه ويكره المريض. وعندنا المريض في مصر عنده عيب، وده موجود في العالم كله، عيب التعميم، لغايه لما نخرج من عقله او نخرج من عقله هذا التعميم وننقله الى عالم التطور اللي موجود في كثير من المنظومات المتطوره اللي ماشي على الأسس السليمة لصناعة تيم في عالم طب الأسنان. ضيف العزيز واحد من ميجا ستارز هذا المجال الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك، المدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي من برلين، وطبعا الصديق والزميل العزيز. نورت الناس الحلوه وابدعت دكتوري الغالي حبيب قلبي. خليكوا دايما مع الناس الحلوه.